الله الرحمن الرحيم، يا صباح الخير على حضراتكم. اهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد وصباح دريم، صباح جديد. يا رب ان شاء الله يكون يوم كله اخبار ايجابيه وجميله. ما نوعدكوش يعني ان احنا كل الاخبار اللي هنقدمها جميله قوي، لكن فيها على الاقل مجموعه من الاخبار بتدي امل وبتدي طاقه وتحسس ان واحد انه لسه في حاجات كتيره قوي لازم نشتغل عليها كلنا مع بعض، وانه زي ما في ناس ما عندهاش ضمير، زي ما في ناس تانية عندها ضمير، زي ما في ناس بتحارب الفساد، زي ما في ناس هي أصل الفساد، حاجات كتيرة قوي. خلينا بس نبدأ النهاردة طبعا يوم الاثنين 26 سبتمبر 2016، وبعد دقائق ربما يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع إسكان غيط العنب، منطقة كرموز ومنطقة غيط العنب في محافظة اسكندرية. النهاردة بإذن الله هيكون في افتتاح لمشروع إسكان غيط العنب ونقل المنطقة العشوائية إلى المساكن التي أقامتها القوات المسلحة، ده بالقرب من الساحة دي. ومن المقرر الحقيقة أنه الرئيس يقوم بتسليم الأسر طبعا اللي تم نقلها خلال المشروع ده، شقق سكنية متكاملة تم تجهيزها بالفرش والأجهزة الكهربائية والخدمات والمرافق الأساسية طبعا. والحقيقة أن المنطقة كلها كاملة المرافق ومجمع سكني كبير حضاري لأهالي منطقة غيط العنب. قطعة الأرض نفسها اللي عليها المشروع ده مساحتها حوالي 13 فدان كانت اتبرعت بيها المحافظة. مشروع إسكان غيط العنب ده اللي احنا شايفين دلوقتي يمكن نصور منه، وده التجهيزات طبعا تجري على قدم وساق لاستقبال الرئيس والوفد المرافق لي بعد دقائق. ده مجمع سكني مكون من 17 عمارة سكنية، إجمالي 1632 وحدة، وقوتها الاستيعابية 8160 فرد. بيتم تخصيص وحدات للأعمال الخيرية من دور أيتام وحضانة أو دار أيتام يعني وحضانة وجمعية لذوي الاحتياجات الخاصة. فيها مكتب شهر عقاري عشان يبقى فيه برضو خدمات تقدم للمواطنين، فيها مكتب بريد، فيها مكتب لإدارة وصيانة المشروع نفسه ومتابعة المشروع نفسه، ومع كل ده طبعا فيها مستشفى، ودي دايما أكتر حاجة تهم أي حد بيروح ينقل منطقة سكنه لمكان آخر بيسأل على وجود الخدمات الطبية. المستشفى اللي فيها دي بساعة 150 سرير، وفيها مجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوي ووحدة طوارئ واستقبال. فيها كمان المستشفى دي غرفة عمليات أو غرف عمليات، وفيها وحدات إفاقة ووحدة انتنسف كير أو عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل. فيها كمان بيتم دلوقتي إنشاء مسجد كبير بمسطح 812 متر مربع يسع حوالي 800 فرد تقريبا، وفي ساحة خارجية بمسطح 600 متر مربع بتسع حوالي 600 فرد تقريبا. المنطقة دي كمان بيتم العمل على إنشاء سوق تجاري فيه حوالي 58 محل تجاري ومول تجاري، وإنشاء 47 ورشة صناعية ومركز تدريب مهني وفصول تعليمية وورش إنتاج تعليمية ومكاتب إدارة وقاعة اجتماعات وغرف فنيين وإداريين. إحنا بنتكلم أو إحنا بصدد افتتاح مشروع متكامل، مشروع يخلي الناس تستوعب لما الدولة ولما الحكومة ولما القيادة السياسية تكون حبة وتكون بتشتغل على فكرة نقل. هي مش بس انت انك بتنقل المواطن او بتنقل الفرد من عشة ساكن فيها او بدروم ساكن فيه او ساكن في منطقة عشوائية جدا، انك بتنقله بس الى شقة او بتنقله بس الى يعني بيت اربع حيطان. هي فكرة انك بتغير له حياته تماما، انت بجد بتحسسه بأدميته، انت بتقدم له الخدمة اللي هو يستحقها. ده مش من الدولة اطلاقا على المواطن المصري ولا تفضل من الدولة على المواطن المصري. فكرة بس ان احنا لو كنا فرحانين وبنقدم ده، لو كانت كاميرات التلفزيون وكاميرات الاعلام او الزملاء الاعلاميين والصحفيين بيطلعوا مع الرئيس المشروعات دي واحنا بنفتتحها، ليه بنعمل ده مع اننا طول الوقت بنقول هذه ليست من الدولة على المواطن وده حق المواطن في الحياة الكريمة وفي الحياة المحترمة وفي الحياة الآدمية؟ بنعمل ده لان احنا فرحانين انه انت النهارده بتنقل بترتقي بمستوى معيشه المواطن، فرحان لانك انت النهارده مش ممكن تتصور انه حضرتك ولادك في مدارس وحضرتك قاعد في بيت في كومباوند او في شقه حتى عاديه متوسطه في حي سكني عادي، عندك محلات، عندك الخدمات حواليك، عندك مستشفى او وحده طبيه قريبه منك، في الوقت اللي فيه مصريين زيهم زيك، مواطنين بني ادمين زيهم زيك، محتاجين يعيشوا، محتاجين يطلعوا على وش الدنيا، محتاجين يشربوا مية، محتاجين يبقى عندهم حمامات. يا جماعة احنا لسه بنتكلم انه في ناس عايشة في أماكن في مصر
يعني ما فيهاش حمامات، ما فيهاش صرف صحي، احنا لسه ده عندنا. وبالتالي لما بتشوف مشاريع زي كده بتدي لك بهجة، بتدي لك أمل، بتدي لك إحساس إنه بدأنا نستوعب إن كل مواطن مصري من حقه على الدولة المصرية توفير أساسيات ومبادئ الحياة الكريمة الآدمية ليه. هنكون مع حضراتكم إن شاء الله بإذن الله، ولحظة وصول الرئيس للمشروع ده، مشروع غيط العنب، اللي هيكون بإذن الله معانا على الهواء، وناخد بث مباشر في صباح دريم ونتكلم ربما عن تفاصيل أكتر، نشوف كده الوضع هناك عامل إزاي. بيفكرني قوي اليوم ده بيوم نقل برضو المواطنين الكرام من المقطم والمناطق العشوائية والدويقة إلى حي الأسمرات، نفس الفكرة. يبقى يعني إحنا بنتكلم هنا إحنا بصدد مجموعة أو سلسلة من المشاريع اللي كلها الهدف منها زي ما قلت في النهاية هو توفير عيشة كريمة للمواطن المصري. هنكون إذن معاكم إن شاء الله ونتكلم في ده، لكن خلونا قبل ما ندخل في كده ندردش في كام حاجة سريعة نعرف إحنا النهاردة عندنا إيه. الحقيقة إنه لو حضرتك بتشوف إنجازات للدولة أو بتشوف إنه بقى عندنا دلوقتي اهتمام بالمواطن، وإن إحنا عندنا دولة مصرية دلوقتي مؤسساتها أو القيادة السياسية فيها رافضة إن المواطن يعيش في بيئة عشوائية بالمنظر ده، زي ما قلت محروم من أبسط الخدمات الآدمية اللي المفروض يعيش بيها. لو إحنا شايفين ده فإحنا كمان دورنا كإعلام إننا لما نشوف إن في أبواب كده ورا الأبواب دي في مجالات للفساد، إحنا كمان دورنا إن إحنا نتكلم عليها وإن إحنا نشاور عليها. وأتمنى إنه محدش يقول لنا أو محدش يفكر من منظور إنه بقى معقولة الرئيس النهاردة بيفتتح مشاريع وفي تسليم العدد ده من الوحدات السكنية للأهالي وبننقل الناس من منطقة عشوائية لمنطقة حضارية وإنتوا طالعين بتتكلموا على الفساد. إحنا بنعمل ده لأن إحنا دورنا في الإعلام إن إحنا نكمل دور أجهزة الدولة. أنت عمرك ما هتنقل المواطن من حياة لحياة أفضل وحياة أكثر احتراماً ورقياً إلا لو حاربت الفساد، لأننا كلنا متفقين إن الفساد معشش عندنا في مؤسسات كتيرة جدا في الدولة. ملاحظين كلنا إنه الأجهزة الرقابية في الفترة الأخيرة بدأت تتحرك حقيقي بأجهزتها المختلفة وآلياتها المختلفة عشان تعمل عملية زي ما بيسموها تطهير للجهاز الإداري من الفاسدين. في قضايا كتيرة جدا تم ضبطها وتم الكشف عليها في الأيام اللي فاتت، في الشهور اللي فاتت كمان. القضايا دي يمكن بتثبت اللي أنا بقوله، إنه قاطرة التطهير بدأت في التحرك، خلاص هو قطر وطلع من المحطة وبدأ يمشي، وإن القانون بإذن الله إن شاء الله سيأخذ مجراه. لما تحس إنك بتتكلم دلوقتي على دولة القانون بدأ يطبق فيها على الكبير قبل الصغير، على المسؤول قبل الموظف الصغير، يبقى هتحس إنه في أمل إن إحنا إن شاء الله بنشتغل ورايحين لمكان أحسن. ضيفنا الكريم اللي أنا هتكلم عليه دلوقتي هو الدكتور سعيد خليل. مين الدكتور سعيد خليل؟ هو رئيس قسم التحول الوراثي للنباتات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية. هذا الرجل كتير جدا الحقيقة وصفوه بأنه ادوله كده ألقاب كتيرة، محارب الفساد وأنه متحدي الفساد وأنه بيكشف بالأدلة والبراهين بتؤكد وجهة نظره أنه الفساد منتشر بقوة ومعشش في وزارة الزراعة. والحقيقة نحن في صباح دريم أكيد حضراتكم لاحظتوا أن احنا بقالنا فترة مهتمين جدا بملفات وزارة الزراعة بكل ما فيها بتخصصاتها الثروة الحيوانية والداجنة والمجازر والطب البيطري، ويعني مفتحين كده إيه ملفات كتيرة جدا بخصوص وزارة الزراعة. هنحاول نعرف من ضيفنا الكريم النهاردة تفاصيل أكتر، هنحاول نعرف إيه اللي بيجرى في كواليس وزارة الزراعة. ولكن خلوني الأول أكد على نقطة مهمة جدا، إنه من قبل ما نبدأ الحلقة، من قبل ما نبدأ لقاءنا مع ضيفنا الكريم، كل ما سيقوله ضيفنا الكريم الفاضل الدكتور سعيد هو مسؤول عنه بالتأكيد مسؤولية شخصية، وأي اسم ربما يذكره الدكتور سعيد في هذا اللقاء هيكون لي أكيد حق الرد في الاتصال بينا في أي وقت، والدفاع أو الرد بأي شكل هو يختاره. أعتقد أنها هتكون دردشة صباحية مهمة جدا جدا جدا، والحقيقة زي ما بقول أن أنا متحمسة قوي للصورة دي، الصورة أو الدقايق اللي هنقضيها مع حضراتكم على الهواء في صباح دريم بإذن الله. وإحنا أسمين الصورة هيبقى في صورة الرئيس والقيادة السياسية بتفتتح مشروعات وبتشتغل على المواطنين وبتنقلهم من أماكن لأماكن تانية، وصورة تانية فيها الإعلام، فيها الصحافة، فيها المصريين كلهم بيحاربوا الفساد وبيكشفوا الفساد. هي دي الصورة اللي إحنا النهاردة إن شاء الله هنقدمها في صباح دريم. دي هتكون فقرتنا النهاردة الرئيسية، لكن خلونا ندردش في كام حاجة الأول.
الحقيقة أنه بقالنا كم يوم كده أسعدتنا الجميلة إسعاد يونس في صاحبة السعادة بالعودة إلى المنتجات المصرية. والحقيقة أنه الأستاذة، أنا مش حابة أقول الفنانة والإعلامية، هي الأستاذة لأن هي فعلا أستاذة بحق. الأستاذة إسعاد يونس الحقيقة في كل ما تقدمه بتخلق لنا حالة من النوستالجيا، نوستالجيا اللي هي الحنين إلى الماضي. فبنقعد نسمع بقى أغاني الثمانينات وإحنا صغيرين والمنتجات والحاجات دي كلها. الحالة اللي خلقتها لنا في حلقاتها الأخيرة دي، حالة النوستالجيا دي، هي مش بس أسعدتنا وإحنا عديد بنتفرج عليها، هي كمان دعمت الاقتصاد المصري، هي كمان قدرت تفكرنا بمنتجات لينا هنا مصرية الصنع، مصرية 100% عالية الجودة، وأسعارها الحقيقة كلنا فوجئنا أنه الأسعار دي ما زالت موجودة لغاية دلوقتي. مين يقول أن النهاردة في جزمة باتة حلوة جدا عالية الجودة ب40 جنيه؟ مين يقول ان منتجات اها ما زالت موجوده في الاسواق؟ ناس كتيره جدا ما كانتش تعرف ان اها اصلا موجود في السوق لغايه دلوقتي. الشوكولاته الكورونا، مين يقول انه جودتها ما قلتش عن جودتها زمان لما كنا صغيرين بناكل الكورونا وبناكل البيمبو، فاكرينها؟ ما كانش فيه غيرهم في السوق. مين يقول ان الحاجات دي كلها نهملها ونروح نشتري المنتجات التانيه اللي داخل منها جزء كبير جدا من صناعتها طبعا خامات اجنبيه بنستوردها فاسعارها اعلى؟ مين يقول ان احنا نتجاهل ده؟ حقيقة إنه الرسالة بسكو مصر، الله عليكم بسكو مصر، أنا بس بسكو مصر أنا شايفة إنه واخد حقه لغاية دلوقتي. يعني إحنا لغاية دلوقتي الحقيقة يعني أعتقد في الأعياد على الأقل في الأعياد لازم كده في علبة كحك أو علبة بيتي فور موجودة من بسكو مصر، لأنه الحقيقة زمنته حتى ومنتجه نفسه عالي الجودة، فده مفيش قلق عليه. لكن هي الفكرة المنتجات التانية، يعني كان لازم نستنى لما الأستاذة إسعاد يونس تفكرنا بالحاجات الحلوة دي عشان ننزل نشتري، عشان نشجع بعض. شباب مصر الجميل، شباب مصر الجميل، وأنا عايزة أحط تحت الكلمة دي 50 خط، لأنه إحنا بعد شوية يمكن هنعرض حاجة هتزعلكوا شوية من بعض شباب مصر في بعض الجامعات. خلونا دلوقتي في الحاجة الحلوة. شباب مصر الجميل اللي تابع بقى حلقات الأستاذة إسعاد يونس واللي تفاعل مع صاحبة السعادة واللي تفاعل مع الذكريات الجميلة دي، عمل إيه؟ قال لك احنا هنشجع منتجات بلدنا وهنشجع مصانع بلدنا. والناس اللي اجمل بقى، عارفين امبارح واول امبارح قالوا ايه؟ عارفين بيقولوا لبعض ايه؟ لو انت بجد قلبك حرقك قوي على الضحايا، الله يرحمهم يا رب ويحسن اليهم، اللي راحوا في مركب رشيد، اللي غرقوا وغرقت معاهم احلامهم وحياتهم، لو انت فعلا قلبك حرقك على الناس دي، شجع منتج بلدك. لما هتشجع منتج بلدك هتشغل المصنع بتاعك، لما هتشجع المصنع هنزود الاستثمارات. حضراتكم عارفين ان في الاسبوعين 3 اللي فاتوا منتجات باتا واها وكورونا وكل الحاجات دي اللي اتعرضت واللي فكرتنا بيها الاستاذة اسعاد، واللي الشباب المصري دخل على صفحات التواصل الاجتماعي وعمل لها شير وعمل لها دعم وسبورت كبير جدا، عارفين انه مبيعاتنا، مبيعات الحاجات دي زادت 5 أضعاف، ما شاء الله يا رب يزيد اكتر واكتر كمان، 5 أضعاف. دي قوة الاعلام ودي قوة الشباب، قوة الإعلام وقوة الشباب. يا كل من بتشوف إن الإعلام هدام وإن الإعلام ما بيقفش مع الدولة، ده دليل. يا كل من بتشوف إن شباب مصر شباب متدلع وما بيعملش حاجة غير إنه قاعد بس طول النهار على فيسبوك، آدي شباب مصر. شباب مصر لما تقدمت له حاجة محترمة وراقية، لما عرف إن في منتجات مصرية في السوق محترمة وجميلة، اقروا بقى كل التعليقات واقروا الأمهات والسيدات كاتبين لبعض إيه على كافة المواقع. والله أنا نزلت اشتريت شوكولاتة الكورونا أكلتها للعيال وتخيلت إن هم مش هتعجبهم لأن متعودين على الشوكولاتة إكس واي زد، أكلوها عجبتهم جدا. عصاير أها لسه امبارح زميلنا العزيز محمد معوض بيقول لي جاب لبنته صغير عصير أها وجاب لها بعد كده يعني بعدها بيوم او اتنين عصير من نوع تاني، يعني مصري بس نوع تاني ودخل ربما فيه يعني حاجات مكونات اجنبيه. بنته صغيره قالت له يا بابا انا عاجبني الاولاني، قصدها على اها. نشرب الحاجات دي ونشتري الحاجات دي وناكل ولادنا الكورونا ونشتري المنتجات دي. لما بنت صغيره باباها يجرب لها عصير اسمه اها مقابل عصير تاني وتقول له لا يا بابا انا الاولاني ده اللي هي قصدها على اها، ده اللي انا بحبه، يبقى احنا اللي بنثقف ولادنا، احنا اللي بنعلم ولادنا ازاي يشجعوا منتجات بلدنا. احنا ده دورنا. الطفل الصغير لما وهو بيكبر، هو بيكبر على اللي انت بتوريهوله، اللي انت بتشتريهوله من البيت.
لما حضرتك تنزلي تجيبي طلبات الاسبوع، زي ما بتجيبي التونه الاجنبيه هاتي التونه المصريه، زي ما بتجيبي العصير الاجنبيه هاتي اها، زي ما بتجيبي المربى الاجنبيه هاتي مربه اها. لما تنزل تشتري جزمه جرب جزمه باتا، لما تنزلي تشتري شوكولاته جربي كورونا وجربي بيمبو. لازم يا جماعه نرجع نشجع بعض تاني حقيقي. الحل دلوقتي نحط ايدينا في ايدين بعض ونعملها مشروع قومي، مشروع قومي المصريين اللي بيعملوه، ندعم منتجات بلدنا. فخوره جدا جدا بما قدم، فخوره جدا 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 بالشباب المصري المحترم اللي عمل شير على صفحات التواصل الاجتماعي. اشتري المنتج المصري، اشهر الهاشتاجز اللي طلعت على صفحات التواصل الاجتماعي اشتري المنتج المصري، وصنع بفخر في مصر، وشجع الصناعه المصريه. فخوره جدا الحقيقه بالروح اللي حلوه اللي عندنا في الاعلام. الأستاذة إسعاد يونس بدأت الحملة دي وشجعت الناس، ومبيعات ما شاء الله تضاعفت 5 أضعاف منتجاتنا، ومصانعنا رجعت تاني في طفرة هائلة في المبيعات. تروح امبارح الأستاذة لميسة الحديدي في برنامجها كمان بكل الحب وبكل الوطنية عرضة الحلقات دي ومفكرة الناس تاني بيها، يقوموا الشباب يتحمسوا أكتر وأكتر تاني ويروحوا مقدمين تاني وعاملين شير أكتر للهاشتاجز دي، نقوم نشجع بعض أكتر. دي الروح وده دور الإعلام وده اللي احنا كلنا لازم نعمله. فخورة بمنتجات بلدي، والحقيقة أنه صباح دريم بكل زمايلي في البرنامج بيا بينا كلنا، برنامج صباح دريم بندعم جدا تشجيع منتجات بلدنا، بندعم جدا مبادرة صاحبة السعادة الأستاذ إسعاد يونس بتشجيع المنتج المصري صنع بفخر في مصر. إحنا بإذن الله هنشغل مصانعنا ونزود مبيعات مصانعنا الوطنية، وبإذن الله الجودة عندهم تفضل ترتقي إلى أحسن أفضل وأفضل، ونفضل إن شاء الله حاطين في إيدينا إيدينا في إيدين بعض. نتمنى ده بإذن الله، وبنشجع جدا هذه المبادرة الجميلة. تعالوا من المبادرة الجميلة دي نروح لحاجة تانية. معلش يعني إحنا بنطلع سلمة وننزل سلمة. امبارح الحقيقة جالنا معلومة كده بالليل قعدنا طقصنا فيها أنا وزمايلي، وبعدين بيكلموني بيقولوا لي ده حصل كذا كذا كذا، ايه اللي حصل ده؟ مش معقوله الكلام ده يا جماعه. قصه غريبه جدا. امبارح طبعا حضراتكم عارفين انه كان اول يوم دراسه، اول يوم باك تو سكول، عوده للمدرسه. فيديو وصل لزملائي الاعزاء لاحد طلاب مدرسه، هي مدرسه عثمان بن عفان في منطقه اسمها السيمة في البساتين. ولد صغير قوي، طفل صغير يمكن ربما 3 4 سنين تقريبا، 4 5 سنين. الولد جاي يدخل المدرسه، ايه اللي حصل؟ اتثبت من مين؟ من واحده. الواحده دي مين؟ منقبه. المنقبه دي طلعت مين؟ ما طلعتش واحده، طلعت واحد راجل مرتدي زي نقاب واقف على باب المدرسه بيثبت الطلبه لعمليات خطف. الكارثة كمان ان هي جوه المدرسة، يعني هو على باب المدرسة من جوه مش من بره، ودي كارثة الاكبر. احنا هنسمع تفاصيل من والدة الطفل وهنشوف فيديوهات مع بعض. هنشوف بس قبل ما ندخل مدام سارة والدة الطفل، نشوف كده فيديو للحظات القبض على الـ 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 الشخص ده، الشخص اللي كان لابس نقاب. والحقيقة انه ده هيخلينا نطرح سؤال مهم جدا، وارجوكم محدش يسيء فهمي، لا أتحدث عن النقاب كفريضة من عدمها، لا أتحدث عن النقاب كأن الست تلبس نقاب ولا لأ، مش دوري ومش اختصاصي وكل واحد. وأنا أكتر الناس اللي بتأيد فكرة أنه كل واحد يعمل اللي هو شايف أنه ده بيريحه أكتر في علاقته بربنا سبحانه وتعالى. أنا بتكلم في حاجة تانية، هل إحنا متفقين كلنا أننا ما زلنا في حالة حرب ولا لأ؟ هل إحنا لسه عندنا شك أن إحنا من بعد ثورة يناير العصابات وعمليات البلطجة وحالة الانفلات الأمني اللي شملت كل مناحي حياتنا لسه لم تتم السيطرة عليها بشكل محكم بنسبة 100% ولا 90% حتى، ولا مش متفقين على ده؟ المفروض إن الإجابات كلها احنا متفقين على ده. أنت بتبقى ماشي على الدائري جاي لك عربية عكسي في وشك، أنت واحد بيخبط بالعربية حد بيطلع يجري ومحدش بيمسكه، تيجي التحقيقات في النيابة يحاولوا يجيبوا كاميرات عشان يرصدوا العربية يلاقوا الكاميرات كانت بايظة، ده لو كان في كاميرات أصلا. أمتى عندك كمية ناس قد كده بعد الثورة راحت بانية بدون وجه حق ومش عارف دلوقتي تاخد معاها حق ولا باطل؟ يعني لو قعدنا نعدد هناخد الحلقة كلها بنقول إيه المشاكل اللي حصلت بعد ثورة يناير كنواحي أمنية يعني. فلو إحنا متفقين على ده يبقى لازم يا جماعة الحديث مرة أخرى
عن فكرة النقاب من عدمه في الأماكن العامة. إحنا لا نختلق قصصاً، ومرة تانية ما بنتكلمش عن الحجاب ولا عن النقاب، كل سيدة لها مطلق الحرية في الطريقة اللي تحب تقرب بيها ربنا سبحانه وتعالى. ربنا تقبل من الجميع كل الأعمال الطيبة. أنا بتكلم إن إحنا عندنا حالة انفلات أمني دلوقتي غير طبيعية، عندنا عصابات لخطف الأطفال، عصابات ممنهجة، عصابات بمعنى الكلمة، مش اتنين تلاتة كده بيخطفوا الأطفال. هل في ظل الظروف دي ينفع أسمح النهاردة إن باب مدرسة أطفال ألاقي فيه اتنين تلاتة لابسين نقاب واقفين؟ أنا لا شايفة وشهم ولا عارفة ملامحهم ولا عارفة أصلا دول رجالة ولا ستات. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع نكمل كلام في هذا الموضوع. الفيديو ده في فيديو تاني كمان حالا دلوقتي زمايلي بيحضروه هنعرضه لحضراتكم، التصوير فيه ربما من 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 انجل عاليه من زاويه اعلى، فهتشوفوا كمان بقى تفاصيل اكتر. الفيديو ده ببساطه شديده جدا الاهالي اتجمهروا على الراجل ده، الراجل اللي اكتشفوا انه لابس نقاب متنكر في زي واحده ست لابسه نقاب، وعرفوا ان هو راجل، شكوا فيه وعرفوا ان هو راجل وقبضوا عليه الاهالي اللي مسكوا الراجل، وربنا ما يوريكوا على اللي حصل في الراجل. يعني هو ده الفيديو يا جماعة، ده الفيديو اللي متصور ربما من زاوية أعلى فمبينة. طبعا الأهالي مسكوا الراجل اتوصوا بيه، يعني 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 قاموا بالدور الواجب واحتجزوه في غرفة المدير، تمام، وتحفظوا عليه واتصلوا بالنجدة. النجدة زي ما احنا شايفين وصلت دلوقتي واخدوا المواطن ده لو كان فيه لسه روح يعني بعد اللي حصل فيه من الاهالي، وبالبوكس طلعوا بيه على الاسم. ده يفتح هنا المجال لكذا حاجه، زي ما قلت فكره انه احنا عارفين اننا عندنا حاله انفلات امني دلوقتي كبيره جدا الحقيقه في البلد، وده بيتطلب معاها حاجات كتيره قوي. فكره كمان الراجل المنقب ده، الراجل المنقب انا مش مصدقه والله ان انا طالعه بقول الراجل المنقب يعني، او الراجل المحجب يعني، مش مصدقه بس يعني إذا كان مرشد الإخوان عملها يعني هرب من اعتصام رابعة لابس نقاب يعني عادي. الراجل المنقب ده وصل لجوه المدرسة إزاي؟ اللي أغرب كمان من كده بقى، وعشان كده هيكون معانا الأستاذة سارة والدة الطفل اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب له عمر جديد إنه ما يتخطفش،
الرواية بتقول إنه ما كانش داخل يخطف الطفل ده، الطفل مهند اللي هنشوف له فيديو كمان دلوقتي، لا ده هو كان داخل يخطف طفل تاني، فتشك في أمره وبدأ يرتبك. فالأهالي غالبا ستة مصرية أصيلة كده راحت مصوتة ولا حاجة، راحوا الناس ملمومين وقاموا بالواجب معاه. مجموعة كبيرة جدا من التساؤلات الحقيقة لما ده بيحصل في أول يوم دراسة، إزاي ترجع تطلب من المواطن إن هو يكون مطمئن تماما على أولاده وهم رايحين الحضانة ورايحين المدرسة؟ يعني هنا في أسئلة كتير يا جماعة الحقيقة. يعني ربنا سلم وسطر المرة دي، ده طبعا دي اللقطات خلاص وهم بيطلعوا من جوه من داخل غرفة المدير اللي كانوا احتجزوه فيها وعملوا معاه، بتسموه ايه يا شباب بلغة الشباب؟ عملوا معاه الصح، عملوا معاه الواجب. اللي احنا بنقوله ده طبعا المفروض ان هو قانونا ما يحصلش. وبرضه خلينا نكون صراحة مع بعض بس واحنا بنتفرج على اللقطات الأخيرة دي قبل ما ناخد الاتصال. الطبيعي في دولة قانون ان انا لقيت راجل كده، راجل متنكر في زي واحدة ست منقبة داخل بيخلق عايز يخطف في طفل، وكمان لقوا معاه سلاح أبيض مطوة، ودي صورة الأخ الأخت يعني عارفين اللي هو إيه، هو هي دي صورته لما راح القسم، والنقاب زي ما احنا شايفين اهو قدامه محطوط، ده النقاب اللي كان مرتديه داخل المدرسة. الصح لو احنا فعلا في دولة قانون انه الأهالي ربنا كرمهم ومسكوا الراجل، يتم احتجازه، محدش يتعرض له، محدش يجي جنبه، النجدة أو الشرطة تيجي تاخده ويطلعوا بيه. بس أقولكوا على حاجة بصراحة شديدة، بيقال إن الأهالي أخدت حقها وحق أولادها من الراجل اللي كان داخل يخطف أطفال ده. عارفين ليه؟ لأنه أصبح كلنا دلوقتي جوانا عقيدة إن الراجل ده ممكن يقعد سنين بيتحاكم ويعالم في الآخر القانون هيجرم فعلته دي، ولا ممكن يقعد له سنتين ثلاثة ويطلع. فقال لك إحنا ناخد حقنا بإيدينا. ده الخوف من التشريعات والقوانين القديمة، الخوف من العدالة البطيئة وتطبيق العدالة الناجزة، عدم تطبيق العدالة الناجزة، الخوف إن نوصل دلوقتي لمرحلة إن المشهد ده يبقى كل يوم عندنا، إنك لما تمسك حرامي أنت بدل ما قبل ما تسلمه تاخد حقك بإيديك، إنك لو عربيتك اتخبطت في الشارع بدل ما تنزل تاخد الراجل اللي خبط لك العربية وتروح بيه القسم تاخد حقك بإيديك. وبنشوف المشهد ده أظن كل يوم، إن لما نيجي نقبض على راجل داخل يخطف أطفال من مدرسة ناخد حقنا بإيدينا الأول، وبعدين نتصل بالنجدة نقول لهم تعالوا خدوه استلموه مننا. مش عايزين نوصل للمرحلة دي. تعالوا ناخد مع بعض على الهاتف مدام سارة والدة الطفل مهند اللي هنشوف كمان صورته دلوقتي، وبعدين نسمع قال إيه. تحب نسمع الأول قال إيه وبعدين نشوف كده مدام سارة؟ تعالوا نسمع الأول الطفل مهند ده اللي كان هيتخطف، وده اللي شاف اللي حصل في المدرسة ايه. وطبعا الولد يعني ممكن تتخيلوا هو دلوقتي في حالة عاملة ازاي، حتى وان كان في الفيديو هيبدو انه بيتكلم عادي وبيضحك، لكن الولد مرعوب ببساطة شديدة، بيقول لمامته يا ماما انا مش عايز اروح المدرسة. ليه يا حبيبي؟ عشان يا ماما انا مش عايز اموت. شوفوا لما الطفل يقول كده، شاف المتهم، شاف الراجل، شاف السلاح الابيض السكينة اللي معاه، شاف القصة دي كلها، الولد جاله عقدة. تعالوا نشوف مع بعض مهند بيقول ايه بصوت كده طفل صغير بريء قوي، ونرجع ناخد ام مهند على التليفون. انا ما بعرفش اروح المدرسه، انت لو انت عايزه تخطف يعني ايه تخطف والمثال كله عايزه ماما بعد تخطف نموت دلوقتي شويه نروح المدرسه وانا جايه اسمع وزاد مدرسه للناس وفي حراميه فكده نموت دلوقتي. احنا عايزين بقى مهند كده هو والاطفال اللي زيه لما يكبروا وهم عارفين ان احنا في دولة قانون وانه في نظام ومش اي حد ممكن يدخل في اي حتة ولا ممكن اي حد يعمل اي حاجة. تعالوا ناخد مع بعض على التليفون والدة مهند مدام سارة. صباح الخير. صباح النور. يا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك.
سمعنا كذا رواية، أتمنى تكون الرواية اللي أنا حكيتها بكلمات بسيطة هي الأدق والأقرب، بس عايزين نسمع منك بالظبط إيه اللي حصل. وصلتي مهند المدرسة وبعدها إيه اللي حصل؟ إحنا بندخلهم الفصول بتاعتهم، فسمعنا صوت جامد، زعيق جامد وتجمهر لأولياء الأمور والمدرسين. فأنا راحوا دخلنا الولاد الفصول، المدرسين قفلوا عليهم وقعدوا معهم جوه عشان نشوف ايه اللي حصل دوت. فطلع ان في كانوا ثلاثه منقبين، واحد يعني واحده من اولياء الامور لمحت واحد منهم معاه سكينه حاططها في جنب عيل. فراحت واحد من من الرجاله اللي لابسين نقاب حاطط سكينه في جنب طفل صغير في قلب المدرسه. في قلب المدرسة في وسطينا. طبعا كل ده ما كناش لسه اكتشفنا ان هو راجل اصلا. فلما صوتت اللي الست اللي وراها ما تعرفش هي صوتت ليه، المهم خدت طوبة من الارض وراحت خبطة المفروض الست اللي منقبة دي بيها، وراحوا شادين من على راسها النقاب، فاكتشفنا ساعتها ان هو راجل. طبعا كان في توك توك مستنيهم بره، الاثنين التانيين جريوا، ركبوا التوك توك وجريوا. الاهالي ما عرفناش نمسك غير واحد بس اللي هو اللي كان جوه المدرسه اللي كان لابس نقاب وحط السكينه في جنب الولد. ده اللي اتمسك، بس الاثنين اللي كانوا بره اللي لابسين نقاب برده ما اتمسكوش. لا ده اللي هربوا. وده كان خلاص يعني كان ثاني لحظه واحده ويهرب هو كمان، بس الاهالي وبقيه المدرسين مسكوه. واضح قاموا بالواجب. واضح لا قاموا معاه بالواجب، يعني عملوا معاه الصح بصراحه. ودخلناه الاوضه بتاعه المدير، وطبعا قفلوا عليه الباب الحديد. وطبعا الاهالي بصراحه لو كان خرج بره كان موتوه، وهم ما كانوش عايزين اصلا يخرجوه. اتصلنا بالشرطه زي ما باين كده ما انا متصوره الفيديو. وطبعا الاهالي كلها عامله طبعا زي مظاهرات، شبه مظاهرات كده في قلب المدرسه. وقبل ما الشرطه جت هي اللي عرفت تخرجه، لان غير كده ما كانش هيخرج من قلب المدرسه. غير كده ما كانش هيخرج من قلب المدرسه؟ لا ما كانش هيخرج من قلب المدرسه، يعني لو الشرطه ما كانتش جت كان الاهالي هيموتوا. معلش مدام ساره، عايزاكي تعيدي الجمله دي. لو ما كانتش الشرطه جت كانوا الاهالي عملوا ايه في المتهم؟ كانوا هيموتوه. ده حقنا، كانوا هيموتوه لان ده حقنا، لان ده داخل يخطف عيالنا. بالظبط كده. انت تخيلي كميه الرعب اللي بقت عند العيال. تخيلي كده لما طفلي ثانيه ابتدائي 7 سنين من ساعه الموقف اللي حصل ده يقول يا ماما مش هروح مدرسه دلوقتي، انا مش عايز اموت دلوقتي. تخيلي الكلمه دي لو اي حد سمعها من ابنه. النهارده اخبار المدرسه ايه النهارده؟ راحوا الطلبه المدرسه ولا ايه اللي حصل؟ لا انا عيالي، انا ليا ولدين في المدرسه ثانيه ابتدائي وخمسه ابتدائي، الاثنين ما رضوش يروحوا المدرسه النهارده. يعني النهارده ولادك ما راحوش المدرسه؟ ما راحوش المدرسه، نفسيتهم زي الزفت من اللي حصل. وحضرتك شايفه طبعا صوت الانذار عامل ازاي وتجمهر الاهالي عامل ازاي. فطبعا هم امبارح كان يوم مهند جنبك؟ مهند جنبك يا ساره؟ هو نايم دلوقتي. نايم؟ طيب ساره انا عايزاكي تفضلي معايا على التليفون، لانه معانا على التليفون دلوقتي سياده اللواء عمرو الدسوقي، رئيس الاداره المركزيه للامن بالاداره التعليميه بوزاره التربيه والتعليم. بوزاره التربيه والتعليم. يا صباح الخير يا سياده اللواء. صباح الخير يا فندم. تابعت معانا يا فندم الفيديوهات اللي عرضناها والقصه اللي عرضناها دلوقتي؟ لا والله للاسف انا مش قدامي التلفزيون. طيب هو باختصار شديد جدا، كنت اتمنى طبعا ان كنت تكون حضرتك عندك فكره عن الموضوع. باختصار شديد جدا، مدرسه عثمان بن عفان في منطقه السيما في البساتين، في متهم يا فندم، في راجل لابس نقاب وسلمناه. نعم مسكنا حد كان مرتدي نقاب، ويعني كان جوه المدرسه بيحاول يعمل حاجه مش مظبوطه. بيحاول ياخد ايه يا سياده اللواء؟ بيحاول يعني هو مسكنا شخص مرتدي النقاب، شخص أيوة. راجل يعني مرتدي نقاب داخل المدرسه. ايوه ثواني يا جماعه. ايوه فندم. ايوه فندم تمام. يعني حضرتك اذا عندك فكره بالواقع؟ طبعا عندي فكره. طيب بنعمل ايه بقى يا فندم في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاجراءات اللي ممكن نشتغل عليها او نعدلها عشان نطمئن ان ده باذن الله ما يحصلش تاني؟ لا طب ما تخلينا نقول يا فندم اللي هو ما حصلش، يعني احنا اللي مشكله احنا اجراءاتنا واخدنا من اول السنه وهي معروفه للكافه، وده اللي مكننا من القبض عليه. يعني احنا فندم دلوقتي ممنوع دخول المدرسه لاي حد
غير اولياء الامور. ثاني حاجه هو ايه يا فندم اللي مكنكم القبض عليه؟ الاهالي اللي قبضوا عليه وكلموا الشرطه يا فندم، مش حضراتكم اللي قبضتوا عليه؟ لا 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 يا فندم، لا احنا الافراد بتوعنا هم اللي اشتكوا فيه وكلموا الشرطه. اي فندم بعد ما الاهالي كانوا مسكوه؟ خليك معايا يا مدام ساره. يا فندم ايوه مع حضرتك. هل اللي حضرتك قلتيه بخصوص انه الاهالي انه في ام هي اللي كانت واقفه وليه امر شكت في الراجل صوتت الناس اتلمت فمسكوه ولا الامن هو اللي اكتشف القصه؟ لا احنا اللي مسكناه الاول وضربناه وخد علقه سخنه زي ما بيقولوا وقلعنا النقاب فعرفنا ان هو راجل، والمدرسين والمدير قاموا معاه بالواجب برضو واحتجزناه في اوضه المدير واتصلوا بالشرطه والشرطه جت خدته من قلب المدرسه، من قلب المدرسه من جوه. سياده اللواء. اي فندم. اي فندم اتفضل. مع حضرتك والله. ما فندم انا بص يا فندم، هي الفكره هقول لحضرتك بس على حاجه، هي الفكره مش مين اللي اكتشف الموضوع، الفكره انه احنا بصدد ماساه دلوقتي، انه راجل لابس نقاب دخل عدى باب المدرسه سور المدرسه، دخل المدرسه من جوه مع سلاح ابيض، كان بيحط السلاح في جنب طفل صغير عشان يستدرجه ويخطفوا ويخوفوا ويخطفوا، قامت ام هي اللي شافت المنظر صرخت، الاهالي اتجمعوا، يعني احنا بنتكلم يا فندم على ماساه، على كارثه. فاحنا هنا الحقيقه انه النهارده انت عندك المدرسه دي انا واثقه زي ما الام الفاضله اللي معانا على التليفون ما ودتش ولادها الاثنين، انا واثقه هتلاقي نص الاهالي ما ودوش ولادهم المدارس. ومش عايزه اكون ببالغ بس الاهالي في كل بقى المدارس المنطقه بتاع المناطق التعليميه كلها عندهم رعب. فعايزين نطمئن يا فندم، الاجراءات الامنيه ايه اللي بناخدها؟ مش عايزين نعمل رعب الاهالي يا فندم، هي حاله. طب يا فندم مش عايزين نعمل رعب، انتوا هتطمنوا الاهالي ازاي يا ست اللواء؟ ما انا بقول لحضرتك هي حاله تم التعامل معاها، هو في تعليمات لجميع مدير المدارس ان ما فيش حد غريب يخش. الو ادينا تعليمات انه ما حدش غريب يدخل المدرسه. ده من الاول يا فندم، من قبل بدايه العام الدراسي ان ما فيش حد. ما دخل ازاي يا سياده اللواء؟ لما هي تعليمات من قبل العام الدراسي ما دخل ازاي يا سياده اللواء؟ طيب تمام يا فندم، ما هو دخل واتمسك. مدام ساره، اللي هو عمرو دسوقي معانا على التليفون وهو طبعا المنوط بيه الامن في يعني وزاره التربيه والتعليم، عندك حاجه عايزه تقوليها له تناشديه بحاجه كأم بقى يعني نطلع احنا منها عشان الاعلام ما يبقاش بيسبب رعب للناس؟ اتفضلي. هو انا عايزه اقول له ان العيال كل احنا وعيالنا اترعبنا، وكان يوم اسود امبارح، ما كانش يوم دراسي حلو خالص، كان يوم اسود امبارح، والرعب اللي شافوه عيالنا والحاله النفسيه اللي هم بقوا فيها، واني انا ابني 7 سنين حاطط في دماغه ان هو لو راح المدرسه هيموت. يعني انا ابني قالها لي كده، انا مش عايزه اموت دلوقتي. لا يا مدام ساره اطمني، ابنك مش هيحصل له حاجه خالص، وعلى ضمان ابن احنا وكفاله وزاره التربيه والتعليم وديه المدرسه، ما تخافيش خالص. بشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء عمرو دسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، بشكرك جزيل الشكر أستاذة سارة، حاسة بيكي قوي وعارفة يعني إيه تبقي مرعوبة على أولادك، خليهم يريحوا النهاردة، هما كده كده ما رحوش المدرسة النهاردة، معلش عليكي دور كبير، لازم تقعدي تتكلمي معاهم، اقعدي فهميهم انه ما فيش حاجه وان ده مجرم وانه اتقبض عليه الحمد لله ودلوقتي البوليس بقى ماسكه، يعني عارفه انت القصص بقى اللي لازم نقعد نتكلم على الولاد عشان يفهموا واحده واحده، ان شاء الله يقدروا يرجعوا المدرسه تاني هم وكل زمايلهم يعني ان شاء الله. بشكرك يا مدام ساره واتمنى السلامه للجميع، واتمنى الاعلام يبطل يبث الرعب في نفوس الناس، مش معقوله كده. من المدارس بقى للجامعه، والحقيقه فيديو برضو هسيب حضراتكم معاه كده لمده اقل من دقيقه تقريبا، يعني اللي فيه مثل بيتقال ايه، من المدرسه وخطف الاطفال للجامعه، يا قلبي ما تحزن. جامعة حلوان امبارح كان في مجموعة من الشباب كده فيها، وانا بقول مجموعة يعني البعض اكيد مش الكل كده، حماس الشباب بقى فعايزين يهيصوا بقى بالعام الدراسي الجديد بقى، تعالوا نشوف مع بعض هيصوا ازاي.
الحماس اخذهم شويتين ثلاثه زياده عن اللزوم، فاللي قلع منهم التيشيرت وال ما اعرفش عمل ايه وبتاع، ورقص بقى شباب جامعه يا جماعه، شباب جامعي يعني. في صور كده اصلها ما ملهاش تعليق يعني، احسن تعلق يقول لك مش عايزين نبث الرعب في نفوس الناس. مش هنلحق ناخد اخبار الحقيقه، بس اعتقد ان مجموعه الاخبار اللي احنا قلناها اللي في الاول دي تهم المواطن وتهم حياته اليوميه وتهم المصانع والشركات والاقتصاد المصري وتهم سلامه اولادنا باذن الله يا رب وسلامتنا كلنا. يعني ما تقلش اهميه الحقيقه عن الاخبار المكتوبه بقى من الاهرام والاخبار والجمهوريه. هنطلع فاصل دلوقتي علشان عايزين ندي وقت اكبر وقت ممكن لضيفنا الكريم ونفتح معاه ملفات وزاره الزراعه. انا هقول كمذيعه ملفات وزاره الزراعه، هو ربما بيشوف انه الملفات اللي هيفتحها هي ملفات الفساد المستشري في وزارة الزراعة. لكن تعالوا قبل ما نتكلم بمناسبة الزراعة نتكلم في الخضرة والماء والخضرة والوجه الحسن. قرية تونس في الفيوم من أجمل المناطق اللي ممكن تزورها في الفيوم الحقيقة، فيها صناعة فخار قائمة، هي القرية نفسها قائمة على صناعة الفخار، والقرية بتضم يمكن أكتر من 12 ورشة كانوا السبب أن الصناعة دي صناعة الفخار تنتشر هناك. إيه أهمية أن الصناعة تنتشر هناك؟ أنه البنات الحلوين اللي زي القمر كده اللي في القريه دول بيتعلموا الحرفه دي، اللي علمت لهم الحرفه دي اللي علمتهم الحرفه دي الحقيقه هي سيده فرنسيه كان اسمها ايفيلين. هي بيقال ان هي من ارست مبادئ صناعه الفخار في تلك القريه، واستغلت العنصر البشري والبنات المصريات الجمينات اللي عندهم طاقه كبيره جدا في خلق يعني زي ما يقولوا ايه اجواء حلوه قوي من العمل على العنصر البشري في قريه تونس في الفيوم. هنشوف مع بعض التقرير ده، بس خلونا ناخد اتصال هاتفي الاول تعليقا على الفيديو اللي شفناه دلوقتي حالا من داخل جامعة الفيوم. معانا مين يا شباب؟ الدكتور ماجد نجم القائم برئيس جامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا اهلا بيك. اهلا بسعادتك فندم. الفيديو اللي عرضناه يا فندم ده لطلبة من جامعة حلوان بيرقصوا في النوم. انا ما شفتش الفيديو اولا يا فندم عشان ايه؟ ما انا بقول لحضرتك اهو. ما انا بقول لحضرتك مجموعه شباب وفي زي ما انا بشرح لحضرتك يا فندم، اديني فرصه. في يا فندم بوديوم محطوط كده عليه دي جي وساوند سيستم كامل واغاني، والشباب بتحمس بزياده شويه، فمنهم اللي قلع التيشيرت ويعني ده اللي احنا شايفينه يعني اللي قلع التيشيرت. لا يا فندم، هو القصه في الاتي. احنا اولا امبارح كان في حفل فعلا في الجامعه بالترحيب بالطلاب الجدد والقدامى بمناسبه بدايه العام الدراسي. الاغاني اللي كانت موجوده يا فندم كانت اغاني وطنيه اولا. اغاني يا فندم؟ عرض يا فندم. اغاني يا سياده يا دكتور؟ وطنيه؟ ايوه. ده اللي كان موجود ان انا الاحتفال اللي انا حضرته، وكان حضرتك بعد كده في عرض للتنوره. لكن انا حضرتك ما شفتش قصه الطلبه اللي بيرقصوا. طب دكتور ماجد ممكن استاذنك في حاجه؟ اتفضلي يا فندم. طب خليك معايا وهنعلي لك صوت الاغاني عشان بس نشوف، هي اعتقد اغاني مالهاش علاقه بالوطنيه خالص. نعلي الصوت يا شباب بحيث دكتور ماجد يسمع الاغاني اللي كانوا الشباب نازلين رقص وتسقيف عليها. دكتور ماجد. ايوه سامع يا فندم، الوضع صوت مش واضح لك. طبعا مش دي الاغاني الوطنيه بالفعل اللي كنت في الحفل اللي انا حضرته. الحفل اللي انا حضرته يا فندم بمنتهى البساطه كان فعلا في اغاني وطنيه وعروض تنوره، لكن الاصوات اللي سمعتها دهيت والامور دي انا هحاول الامر للتحقيق مباشره. ارجوك يا فندم، وده دورنا في صباح دريم الحقيقه. احنا يعني بنعرض الحاجات دي عشان كل مسؤول كمان ياخد باله وينتبه. يعني احنا فهمناه من حضرتك دلوقتي انه كان في امبارح احتفال فحضراتكم وانتم موجودين كان في اغاني وطنيه وعرض تنوره، حضراتكم مشيتوا من هنا. الحقيقه الاغاني الوطنيه قلبت مهرجانات والشباب قلعوا التنوره.
لا انا هحاول الامر ده بتهيئا. بشكرك وهنتابعك ان شاء الله قريبا نعرف كده اخبار التحليل. بشكرك جزيل الشكر. والفيديو ده هنبعته لك حالا يا دكتور، زمايلي هيبعتوه لحضرتك حالا برضه، يبقى مستند عندك كده موجود. شكرا جزيلا دكتور ماجد نجم، القائم برئيس جامعه، القائم باعمال رئيس جامعه حلوان. تعالوا نشوف مع بعض، احنا نشوف قريه تونس يا شباب مش كده؟ تعالوا نشوف مع بعض كده جمال لقرية تونس، الهوى والخضرة وبنات مصر الحلوين قوي اللي بيشتغلوا وبيشتغلوا في الفخار، ينسونا شوية اللي احنا شفناه دلوقتي ده. يلا بينا. البلد اول ما بدات طبعا كانت مدام ايفلين، اول ما جت هنا فتحت المدرسه والناس اشتغلت، جت شباب واطفال اتعلموا، وبقى طبعا اتعلموا الصنعه وفتحوا ورش، بداوا من الصفر معاها لحد ما طلعوا فوق. تمام، بعد كده دلوقتي ما شاء الله بقت اللي فتح ورش واللي فتح ورشتين ومعارض والناس بقت كويسه. بدات مدام ايفلين سليم كان في الاولاد بقى الصغيره بتاع القريه بدات تعلمهم، ما شاء الله النهارده كل واحد بقت عنده نشاط، عنده فرن في بيته، عنده ورشه، عنده كل حاجه. فالست دي فعلا لحد النهارده علمت اجيال، دي حقيقه. بالنسبه للخزف كالمعمار بقى، بدانا احنا ننشا ونشتغل ووصلت الفكره بقى بتونس. الأبوب دي بقى والحيطان الحامله دي بتمثل لقى بقى، بتمثل ان في الصيف بتدي لك درجه بروده، وفي الشتاء بتدي لك درجة سخونة بدون مكيف. يعني في بيوت هنا ما يخشهاش مكيف خالص، يخشهاش مروحة. اول ما احنا كنا لسه اولاد صغيرين في القريه ما كانش بيعلموا بنات، ما كانش فيه البنات، ما كانش بتعلم، ما كانش بتدخل مدارس، ما كانش ينفع ان هي تطلع تشتغل سلام ده. فانا لما ابتديت اشتغل كان عندي 12 سنه، كنا كذا بنت مع بعضينا وكان كذا ولد معانا برده، كنا اولاد صغيرين بنلعب في الشارع. مدام ايفلين قالت الطب ده لما بتلعبوا في الشارع تاخدوا حط الطينه اعملوا بيها حيوانات، اشتغلوا واعملوا حاجة عشان حتى تستفادوا وتتعلموا حاجة. ففعلا عملنا زي ما هي قالت، خدنا الطينة وقعدنا نشتغل بيها نعمل حيوانات ومعرفش ايه، يعني الحاجات اللعب بتاع الاطفال واحنا صغيرين كده. فانا بصراحة حبيتها كانت كلعبة ليا، وان انا حبيت ان انا اتعلم الشغل ده. كانت بتقف معايا ايفلين وجوزها، اتعلمت على الدولاب وكنت بعمل شغل يدوي، وتعلمت ان انا ارص الفرن واحرق. وكنا اول معرض عملناه مع مدام ايفلين، عملت معرض في القاهره جنب مسرح البالون كده، كان في معرض كبير جدا. بعدها عملنا معرض في اسكندريه، بعدها على طول عملت معرض، رحنا في فرنسا قعدت شهر في مرسيليا. بعد كده جيت كان في ناس كتير جدا اتقدموا لي للجواز، بس انا ما وافقتش. ليه؟ عشان هما كانوا عايزين نقعد في البيت ما اشتغلش فخار. انا حبيت الشغلانه وحبيت ان انا يعني حتى لو بعد الجواز ان انا اشتغل برضو فيها ما فيش مشكله يعني. بس كان كل اللي يجي كان عايز ان انا ابقى ست بيت واقعد في البيت، فانا ما كنتش بوافق على كده. وهو الحمد لله اتجوزت بالاخر وعندي بيت وعندي اولاد وفي نفس الوقت بشتغل فخار برضو.
اي موضوع في ست مصريه، في بنت مصريه، في فتاه من الصعيد، من الفلاحين، في ام، في وليه امر، في زوجه، في ربه منزل، في امراه عامله، الحقيقه بتقلب دفه الموضوع خالص دايما كده يعني. فخوره جدا بالتجربه اللي قدمناها دلوقتي دي، وفخوره جدا الحقيقه ببنات الفيوم، من اكتر المحافظات اللي البنات فيها بتشتغل من سن بدري جدا، وبتنزل وبتساعد اهلها وبتشيل مسؤوليه مع الاسره كلها. حقيقي ده نموذج يحترم. بس كمان عايزين نتاكد ان هم بيروحوا المدارس وبيكملوا تعليمهم هناك. هنشوف تقرير تاني نطلع بيه بقى الفاصل على طول، ونرجع مباشره نستقبل ضيفنا الكريم الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي للنباتات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية. لكن تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن مدابغ في مصر، أعتقد كان حضره محافظ القاهرة، ونرجع مباشرة نبدأ في حديثنا لهذا الصباح. قامت محافظة القاهرة ووزارة الصناعة والتجارة بهدم مدابغ مصر القديمة بمنطقة مجرى العيون ونقلها إلى منطقة الروبيكي بمدينة بدر الصناعية. وتعد هذه الخطوة أولى الخطوات التنفيذية لنقل المدابغ. إحنا النهاردة بنهدم 18 حالة لورش ومدابغ تم الاتفاق على إزالتها، دي المرحلة الأولى من الإزالة، وتم تعويض الناس أصحاب هذه الحالات ب 35 مليون جنيه. هيتم تسليم الشيكات، سلمنا بعضها وهيتم تسليم بقى الشيكات تباعا اليوم للمنطقة دي. المشروع كله بيشمل 1066 ورشة ومدبغ هنا هو في المنطقة، زائد 250 محل تحت العمارات، وفي 1450 وحدة سكنية. ال 1066 ورشة ومدبغ طلب منهم 660 النقل إلى منطقة الروبيكي الجاري إنشائها في مدينة بدر. عارفين مصر عايزة إيه؟ عايزة إيه لحظة وجعها تشيل آلامها، عايزة تشوف المخلصين رافعين علمها، عايزة قلب صاحي الخوف ما يعرفوش، عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما التاني يبني تشوف 90 مليون بيبني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. فعل مش عايزة كلامنا، كل ما هنخاف عليها هتبقى جنة، عايزاها صحرا خضرا بإيد الفلاحين، ونعلم الجيل اللي طالع هي مين، عايزة لما التاني يبني تشوف 90 مليون بيبني، عايزة الكل يشيل جيل. رئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات لم تكن قضية القمح التي أطاحت بوزير التموين هي القضية الأولى في الفساد الزراعي، ولم تكن وزارة الزراعة خالية من الأزمات على مدار السنوات السابقة، بل كانت دائما مقرا للأزمات طوال ما يقرب من 30 عاما، بدءا بواقعة المبيدات المسرطنة وانتهت بقضية الرشوة الكبرى التي تورط فيها الوزير السابق، والتي فتحت ملف استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية، والتي تقوم بطرح الأراضي المستردة لكل المصريين في مزادات علانية، وكان آخر ما طرحته نحو 19500 فدان. بالإضافة إلى الأزمات التي ما زالت مستمرة على الساحة،
فتوالت الأخبار عن أزمة بين مصر ورومانيا وروسيا وأوكرانيا بسبب وقف تسلم شحنات القمح الواردة من تلك الدول، والتي تم الاتفاق على استردادها منذ بضعة أشهر. الامتناع عن تسلم الشحنات جاء تطبيقاً لقرار وزير الزراعة الصادر منذ أسابيع بحظر دخول شحنات القمح التي تحتوي على أي نسبة من فطر الأرجوت، ولكن الوضع تغير سريعاً، فقالت الحكومة أن السائد على مدى سنوات هو قبول شحنات القمح المصابة بالفطر في حدود النسبة العالمية. لكن الإدارة المركزية للحجر الصحي بوزارة الزراعة كانت في شهر مارس الماضي تقوم بتطبيق شرط خلو القمح من الفطر، فوزير الزراعة أزال الحظر في شهر مارس ثم أعاده في نهاية أغسطس ليسحبه مجددا في 22 من سبتمبر، وهو الذي يعتبره البعض تخبط في صنع القرار. يوم 3/7 الماضي 3/7/2016 يعني ضيفي الكريم قدم استقالته كمستشار فني لوزير الزراعة. قدم استقالته ليه؟ لأنه شايف، أو هكذا كانت الاستقالة، أنه كان طالب من وزير الزراعة إعادة هيكلة الوزارة وفتح تحقيقات بعينها في قضايا وملفات بعينها في وزارة الزراعة، وتم رفض هذه الطلبات، وهو يرى وعنده اليقين أنه الملفات دي خطيرة جدا، وأنه وزارة الزراعة بها الكثير. خليني أقول، لأنه أنا هلتزم الحيادية قدر المستطاع الحقيقة. إحنا هنعرض المواضيع اللي إحنا عايزين نتكلم فيها النهاردة، وفي النهاية التفاصيل بداخلها بما يتضمن بقى ذلك من مستندات وأوراق وملفات كثيرة، أكيد هي في النهاية على عهدة ضيفنا الكريم اللي منورنا في صباح دريم، دكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثي للنباتات معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية. يا صباح الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك، أهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة أنا عندي حاجة بتاع يعني عشرات الملفات، تحب نبدأ منين؟ نبدأ بالحالة التي وصلت إليه الزراعة المصرية الآن، لأن اللي أنا شايفه حاليا أن الشعب المصري والمواطن المصري البسيط هو بيحصد نتيجة هذا الفساد المستشرف في الزراعة المصرية على أكثر من 35 سنة. والنتائج طبعا القاسي والداني في جمهورية مصر العربية يعلمها، لأنهم وصلوا مصر دلوقتي حاليا كأكبر دولة مستوردة للأقمح في العالم، ونهيتها أن احنا بنستورد قمح ب 5% أرجوت، واتاخد القرار يعني 5 من 1000، مش كده؟ 5% والنسبة دي أصلا ده تعتبر نسبة كارثية للصحة العامة في مصر أساسا، والمستندات التي استندوا عليها بالنسبة للكودكس العالمي أو تقرير الفاو ده المفروض أن هي تقارير استرشادية، ولكن الحكم الأساسي لأي دولة ألا وهي قوانين الحجر الزراعي. فقانون الحجر الزراعي 3007 لسنة 2001 يمنع منعا باتا دخول أي شحنات بها أي نسبة من الأرجوت على الإطلاق. ولكن لأنه حركة الحقيقة بدأت بكارثة، يعني بداية الحديث كده عن كارثة. أهو بس حضرتك قبل إذا بس أقول لحضرتك إذا صح ما تقول يا دكتور، وإحنا طبعا يعني كلنا ثقة في حضرتك وفي رأيك الفني والعلمي، ليه بقى لنا سنين بيقنعونا وبيشرحونا الفوائد الصحية للنسبة اللي هي 5 في 1000 من الإرجوت، وإنه ما فيهاش مشكلة وإنه ما فيهاش ضرر على صحة المواطن؟ لأن كل من يتحدث في الإعلام كثيرا جدا مما يتحدثون في الإعلام عن هذه النسبة يتحدثون بجهل وليس على أساس علمي. أي واحد متخصص في أمراض نبات وفي التوكسيكولوجي وفي الأمراض بالنسبة للأجسام الحجرية ومدى الضرر، خاصة لأنه ده من أخطر الفطريات التي تصيب العائلة النجيلية، بل ممكن تصيب النباتات إن جنرال كمان، يعني لأنه خطر جدا جدا، به أكثر من 48 مادة ممكن تدمر صحة الإنسان إذا حصل لها لا قدر الله أكوميليشن جوه الجسم، وممكن تؤدي بيحصل غرغرينة وفصل في الأطراف ويتسبب إجهاض وفشل كبدي وأسباب كثيرة جدا. والمشكلة أن المواد السامة في هذا الفطر ثيرموستيبل بتتحمل درجة حرارة 307 درجة مئوية، 307. فطبعا اللغط اللي حصل ده كله بسبب
عدم ادراك وعدم فهم وزير الزراعه، لان هو السبب الاساسي في الكارثه دي. كان هو وزير التموين السبب، هم السبب الاساسي في الكارثه دي. ولكن ازاي هم السبب يعني ازاي؟ مصر اصلا معروف من 64 حتى 2016 احنا بنستورد قمح، لعند سبتمبر 2015 بنستورد قمح بدون ارجوت، بدون اي نسبه، زيرو ارجوت. ده قانون الحجر الزراعي، ده قانون الحجر الزراعي. وفي اصلا تقرير من لجنه علميه مشكله من النائب العام موجوده في نيابه الاموال العامه العليا. طبعا انا ما كنتش اعرف المواضيع اللي هنتكلم عليها، عشان انا جبت شويه ورق كده باي ذا واي يعني مش مستندات، لكن اي حرف بيطلع من لسان الدكتور سعيد خليل طبعا بمستند علمي ودوكيومنتس، لاي انسان يذكر اسمه او اي عالم في مصر يعمل مداخله تحت امره. يعني حضرتك بتقول دلوقتي انه وزير الزراعه الحالي ووزير التموين السابق الدكتور عصام فايد والدكتور خالد حنفي هما المسؤولان عن دخول شحنات قمح بها نسبه 5% في المية ارجوت، وده مخالف اصلا لقانون الحجر الزراعي في مصر، وهي تسبب كوارث صحيه للانسان والصحه النباتيه. لانه لو حصل وجد الفطر ده مش موجود في مصر. المادة الأولى من قانون الحجر الزراعي، المادة الأولى قانون الحجر الزراعي ده 97 ورقة في منشور في الوقائع المصرية في 2001. المادة الأولى يمنع منعا باتا دخول أي شحنات منتجات زراعية بها آفات أو أمراض غير موجودة في مصر طبقا للجدول رقم 1. الجدول، رجعنا للجدول رقم 1، لقينا أول حاجة القمح ممنوع أرجوت، يبقى زيرو أرجوت. ليه؟ لأن الفطر مش موجود. أما ما تم الاسترشاد به الكودكس العالمي 1601 ل 2010، ده رأي استرشادي. لكن اللي بيحكمني أنا في بلد عشان أحافظ على صحة الإنسان وصحة النباتية إن أنا عندي قوانين حجر زراعي، بدليل إن لو الكودكس العالمي اتطبق يبقى مصر ممكن تصدر جميع منتجاتها من البطاطس لدول الاتحاد الأوروبي بدون أي بقى عفن بن ولا مش عفن بن. لكن بيشترط على مصر هنا، كل دول الاتحاد الاوروبي بتشترط على مصر ان يكون هناك اولا يتم الانتاج من منطقه فري اريا مش مصابه ببكتيريا العفن البني. الحاجه الثانيه لو مركب فيها 5 درانات من العفن البني بترجع المركب لو شايله 30,000 طن. طب لماذا لم يطبق ذلك بالنسبه في الاتحاد الاوروبي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه النسب العالميه اللي هم قالوها في الكودكس العالمي 5% مش مطبقه في اي في اغلب دول العالم، ولكن في دول بها المرض زي انجلترا زيرو ارجوت، هولندا زيرو ارجوت، ودي من اللي فيها المرض زيرو ارجوت. دول كده امريكا اللي فيها مناطق موبوءه بهذا الفطر ونسبه الفطر تصل ل 1% مش 5%، بتصل الى 1%، النسبه بتاعتها 3 من 100%، يعني احنا زايدين عن النسبه الامريكيه 1666 مره عن نسبه الارجوت. طب انا الفطر مش موجود، انا استورد ارجوت قمح في ارجوت ليه؟ المهم القصه دي على فكره انفتحت في القضاء، وكلموني امبارح لان عايزين مستندات من عنده والكلام ده، ومش هتكلم فيها بديتيلز لان هنتكلم في القضيه دي عشان لما نثبت هنثبت بالعلم، لان طالما فيها علم والعلم اتكلم. طيب انا مش عارف، خليني هنا اسال سؤال معلش قبل ما نقفل القضيه دي وندخل في قضايا تانية. السؤال اللي اكيد اي مواطن بيساله دلوقتي، مصلحتهم ايه طيب ان هم الضغط من رجال الاعمال اللي هي مافيا الاستيراد التي تتحكم في قوت الشعب المصري؟ ولما قلت تتحكم في قوت الشعب المصري مش في القمح بس، في الذره الصفراء وفي فول الصويا وفي الامصال واللقاحات للثروه الداجنه والثروه الحيوانيه، واستيراد اللحوم المجمده واللحوم الحيه من الخارج، استيراد المبيدات، استيراد التقاول، ان مصر كل كلمه من اللي انا بقولها دي ملف مستقل بذاته مستندات. دكتور سعيد، احنا بقالنا سنين دلوقتي مزنوقين في حته مافيا رجال الاعمال اللي بيستوردوا الحاجات دي، ضغط رجال الاعمال على الحكومه، مش عارفه ايه رجال الاعمال. عمرنا يا فندم لا تقال لنا اسامي رجال اعمال، ولا شفنا حد بيتحاكم، ولا بنخلص من المافيا دي بسبب القيادات الفاشله والفاسده التي لا تعي معنى كلمه المسؤوليه في وزاره الزراعه. بسبب انا بكررها تاني. طب وزير الزراعه اللي موجود دلوقتي ده ما كانش موجود من 100 سنه، ما لسه وزير الزراعه ده اسوأ وزير زراعه انا شفته. انا كنت مستشاره وتعاملت معاه شخصيا، للاسف ده بكتيريولوجي البان. انت بتكلم واحد لا يعلم حاجه عن الزراعه اطلاق، لو يعلم عن الزراعه شيء انا بقوله على مسؤوليتي وقلتها في قنوات كتير وفي جرايد كتير جدا، لو يعلم عن الزراعه شيء ما كانش وصلت الزراعه للوضع اللي احنا فيه، لانه ترك وزاره الزراعه لمدير مكتبه بيديرها الان، ومدير مكتبه بكالوريوس تجاره،
وبيقولوا عليه الدكتور وشهادته مزوره، فهل يعقل منع ما بيقابلش غير اتنين في الوزاره؟ هل يعقل هو بقاله سنه وشهر دلوقتي؟ اسال وزير الزراعه ويا ريت الاعداد يعمل مداخله للوزير، هل اجتمع برئاسه الهيئات والشركات والمؤسسات الزراعيه عشان يعرف المؤسسات التابعه لوزاره الزراعه؟ والله ما اجتمع حتى هذه اللحظه، حتى الوقت اللي بكلم امال التقارير ومصادر وقرارات بياخدها بناء على ايه؟ حضرتك 90% من قرارات الوزير الزراعه غلط، بدليل انه اصدر قرار لدخول نسبه 5% يوم 3/7 الغى يوم 1 بالقرار رقم 11/17 الغى يوم 22/8 بالقرار 14/21، اصدر قرار لعضو مجلس نواب بيخش انه يكون عضو مجلس اداره في بنك التنميه والتمويل الزراعي الغاه بعد 5 ايام بعد اعتراض النائب. طيب ربما يخطئ في القرار ثم يصوم بالقرار. كل قرارات التعيينات كل بقى قيسي على حضرتك على كده على كل قرارات وزير الزراعه. ليه؟ لان المسؤول عن كتابه المذكرات ودخول القرارات مين؟ خالد عبد العزيز الحسن رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير اللي انا مقدم فيه زياده عن 11 بلاغ، هو منع عن حجب عنه كل ما حدش بقابله. حضرتك انا مستشار وزير الزراعه لمده 85 يوم قابلته مرتين، معايا ملفات تخص الامن القومي المصري والامن الغذائي المصري في غايه الخطوره. ما بتطلعش ليه على الجهات الرقابيه يا فندم؟ ما فيش جهه الرقابه الاداريه، ما فيش جهه في مصر على المخابرات يا فندم، ما فيش جهه في مصر من اللي انت بتقولها. قعدت مرارا وتكرارا يسال اي جهاز، انا قعدت مع مستشارين الرئيس على فكره، ما فيش جهه في مصر من الجهات الرقابيه السياديه والغير سياديه اللي معدت معاها، ما فيش جهه في مصر. انا مقدم بلاغات والله ما اعرف فوق 76 بلاغ لجميع جهات مصر، مباحث اموال عامه، رقابه اداريه، امن قومي، نائب عام نيابه اموال عامه عليا، ما في النيابه الاداريه كده. ما فيش جهه، ما حدش يقول لي او يزايد على سعيد خليل ويقول طب ما تتجه للاجهزه الرقابيه. ما فيش جهاز في مصر ما قدمتلوش مستند، ما فيش جهاز في مصر ما قدمتلوش مستند. طيب. فالوضع الزراعي الان والكوارث اللي بيعيشها الشعب المصري بسبب ما قالت لو حضرتك فحصنا بتدقيق شويه سبب الاقتصاد، سبب المجاعه، سبب تفشي الامراض، سبب البطاله، ده كله بسبب ما قالت اليه الزراعه المصريه. لان ما ينفعش دلوقتي مصر من افضل ثلاث دول في 193 دولة في العالم عندها مقومات طبيعية أن تكون دولة عظمى في الإنتاج الزراعي كما كان من 3500 سنة، والآن أكبر دولة مستوردة للقمح، أكبر دولة مستوردة للفول الصويا، أكبر دولة مستوردة للذرة الصفراء، بنستورد 98.4% من الزيت بتاعنا. وده السؤال يا فندم، وده السؤال، وعندنا الجو، عندنا الخبرة. وده السؤال يا فندم اللي كل مواطن مصري بيسأله، إزاي مصر النهاردة في 2016 بتستورد فول الصويا؟ ازاي بنستورد الذره الصفراء؟ ازاي بنستورد القمح لغايه دلوقتي؟ وعلى فكره إزاي؟ حضرتك من ضمن المناطق عندنا اجود جو في العالم كله، الدوله الوحيده في دول الامم المتحده في 193 دوله التي ممكن تزرع عروتين وثلاثه. احنا عندنا مناطق يا فندم ممكن تنزرع ذره صفراء ثلاث عروات في السنه، ثلاث عروات في السنه. يعني لما تشوفي حضرتك التقرير التي قدم الى الجهه السياديه لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان وتشوف التراكيب المحصوليه والمقننات المائيه اللي اعتمدوا عليها، تقارير خطا. طيب سؤال، مثلا مركز زي مركز البحوث الزراعيه على سبيل المثال في حوالي حسب معلوماتي 60,000 موظف تقريبا، بالزبط. منهم مش عارفه 59,500 منهم 13,800 حاملين درجه الدكتوراه. دول قطره بشريه. مركز البحوث الزراعيه اكبر دي مركز في العالم. طيب. في العالم. طب امال ايه؟ ده المفروض العدد ده يبقى قطر التنمية للزراعة في قارة أفريقيا بل في العالم كله، ولكن من سنة واحد مش عايزين نقود العالم في الزراعة، عايزين نقود نفسنا بس في الزراعة. من سنة 91 حتى الآن انحطت مخطط لهذا المركز لتدميره تدمير كامل، وحاليا المركز بيموت اكلينيكيا. من سنة كام؟ من سنة 91 المخطط موجود والاستراتيجيات موجود. ليه يا فندم؟ ليه؟ لانك لو حبيت تدمر الزراعه المصريه عليك بمركز البحوث الزراعيه. علشان نتكلم على مركز البحوث الزراعيه والبلاغات اللي اتقدمت في مركز البحوث الزراعيه والقائم باعمال اللي بيدير المركز الان محتاجه مش اقل من 5 حلقات، لان هجيب ملفات بمستندات رسميه لا تقبل الشك، بلاغات. انا عايز اسال بقى الجهات الرقابيه عملت فيها ايه؟ المستندات اللي خدتها مني اللي انا صورت بمئات الالاف صور ورق 2015 و2016 عشان اقدم للجهات دي عملت بيها ايه؟ طب كلمني بس، خلينا في مركز البحوث الزراعيه دلوقتي. فضل. مين من مصلحته
انه من سنه 91 يخرب ويدمر في مركز البحوث الزراعيه اللي هو المفروض المعني بدراسه الابحاث المتعلقه بالزراعه. هو اساس التطوير للزراعه المصريه بالكامل. بالظبط كده في كل مجالاتها، ثروه حيوانيه وداجنه وكل حاجه. انا حضرتك انا بكالوريوس زراعه دفعه 90 اول دفعتي دخلت المركز بعد ما اتخرجت تمام. انا لما رحت المركز وتعينت كاول دفعه اتعينت على اساس القيادات اللي انا شايفها قدامي. بعد 7 سنين من وجودي في المكان لقيت نفس الكلام، نفس اللي بينعرض من 1991 بينعرض سنه 2005 بينعرض 2008 لعند انا موجود معاهم، وانا في موجود في الهندسه الوراثيه لان مكاتب الوزير ومكاتب رئيس المركز لهم مكاتب عندنا وبشوفهم. المخطط التدميري بالكامل ده موجود بمراحله باليوم، لاني كنت شاهد عيان على هذه الشخصيات امثال عدل البلتاج وايمن فريد ابو حديد والكلام ده اللي كانوا بقود الزراعه المصريه في الفتره دي مع يوسف والي، وبعد كده جه امين اباظه، هم اللي موجودين، هم اللي بيديروا، اللي موجودين نيكس جينيريشن منهم الجيل الثاني منهم بيدير دلوقتي، هم بره بحركوهم زي ما هم عايزين. عبد المنعم البنا القائم بعمل رئيس المركز دلوقتي، انا قدمت فيه بلاغات كتير واتكلمت مع الجهات الرقابيه قبل العيد بثلاث ايام، اكبر جهه رقابيه في مصر، قلت لهم اتخلصوا من اثنين انتوا في ايدكم اتخاذ، تشيلوا خالد الحسن وعبد المنعم البنا، شلوهم وانتوا هتلاقوا فساد. طيب احنا يا دكتور سعيد احنا لغايه دلوقتي بنتكلم في اشخاص بس ما بندخلش في صلب الموضوع. سالت حضرتك سؤال، مين اللي في مصلحته من سنه 91 يخرب ويدمر في مركز البحوث الزراعيه المعني بمنظومه الزراعه في مصر؟ ده مخطط مش هعيدها كتير، ده مخطط صهيو امريكي محطوط بالتاريخ وباليوم وبالساعه، بدليل يوم 27/3/97 في مبنى الهيئات والشركات حصل اجتماع في مبنى الهيئات والشركات برعايه يوسف والي، وكان حاضر في السفير الامريكي كان ديفيد ويلش وملحق التجاري الامريكي و22 قياده الزراعه المصريه، واتفقوا على 5 حاجات اساسيه: الغاء الدوره الزراعيه، الغاء الزراعه التعاقديه، خفض الزراعه المنزرعه من القطن المصري بحيث ان يتم زراعه 100,000 فدان سنه 2017. 5 حاجات اساسيه تنفذت بحرفه في نظير ان هيئه المعلومات الامريكيه هتدينا مشروع اسمه مشروع اصلاح السياسات الزراعيه، هو كان مشروع اسمه اخراب السياسات الزراعيه لمصر، تدمير وخراب الزراعه، وفعلا ادوهم 400 مليون وانتهى المشروع. كان تدمير، التدمير كان على كل المستويات. اسوأ شيء وصل له التدمير وصل الى الاسفاف وتدمير العقول لباحثين مركز البحوث الزراعيه. انا مش عايز اقول لحضرتك انت زياده عن 130 الف موظف دلوقتي في الثروه السمكيه ومركز البحوث الزراعيه وبعض قطاعات الزراعه المصريه كرهم ان هم يروحوا الشغل بتاعهم بسبب الفساد اللي هم شايفينه مش قادرين. طب أنا لما الاقي واحد بقى له 3 سنين عمال يحارب في جميع القنوات، ما فيش جهه في مصر ما سبتهاش، قدمت لها مستندات والقيادات الفاسده زي ما هي ما فيش تغيير. طب لامتى؟ القيادات اللي موجوده في الزراعه المصريه بتعمل عكس سياسه السيد الرئيس الجمهوريه، ماشيين بسرعه السلحفاء. انا الدافع الوطني، انا بدات الحرب فعليا في الاعلام وفي الجرايد والجهات الرقابيه بعد تولي الرئيس مباشره باربع ايام، لان عندي اقتناع حتى النخاع في رئيس الجمهوريه بفضل الله تعالى بدون شك. بالحديث على الثروه السمكيه قبل بس ما ادخل فيها في كلمه حضرتك من شويه ذكرتها عن المبيدات والمبيدات المسرطنه والكلام ده كله حضرتك انت يعني، وانا الحقيقه اذكر احنا قشور بس احنا جرس انذار منعرف يعني. وانا اذكر جيدا في صباح دريم انه اكتر من مره اسال الاستاذ عيد حواش المتحدث باسم وزاره الزراعه طبعا السابق لانه هو يعني تم اقالته الاسبوع الماضي، وكان بياكد لنا دائما وابدا بشكل لا يدع مجالا للشك انه ده مش موجود وده ما حصلش، وانه في تاريخ وزاره الزراعه لم يحدث ابدا وجود اي مواد مسرطنه ترش بيها محاصيلنا الزراعيه. هذا الكلام الملف ده يا فندم الحقيقه ان عمرنا ما فهمناه، سمعنا فيه كلام كتير جدا وكله كلام متضارب ما بين ناس بتؤكد وما بين ناس بتنفي تماما. تمام، رايك ايه في هذا الملف؟ ملف المبيدات ده ملف كارثي ومن احد الاسباب الاساسيه لارتفاع نسبه السرطان في مصر، ووصلت نسبه السرطان في اليوم اللي بكلم حضرتك فيه زياده عن 104 الف حاله سنويا منهم 37% اطفال. كارثه.
لان طبعا نتيجه استخدام المبيدات الغير مطابقه للمصافات بمواد فعاله غير مجذيه مع الحشر او مع الفطر اللي انا برشه، طبعا بيضطر ان انا استخدم مبيد تاني وتالت، فبيحصل اكيوميليشن جامد جدا داخل جسم الانسان، والنتيجه بتبان بعد 5 6 7 8 سنين من استخدام المثرف للمبيدات. واحنا من اكبر الدول اسرافا في الاسراف في استخدام المبيدات، لان احنا بنستخدم حوالي 10,400 طن سنويا، ودي كمية كبيرة جدا، منها حاجات محرمة دوليا ممنوع استخدامها. وعلى سبيل المثال بروميد المصايد اللي هو الغاز اللي بيستخدموه حاليا في التعقيم ده من ممنوع عالميا من 3 سنين استخدامه. ملف المبيدات علشان نتكلم فيه، طبعا انا عندي تقرير رسمي ماضي عليه رئيس قطاع الخدمات سنة 89 بان بقول فيه ان دخل مصر في سنة واحدة 189.4 طن مبيدات كارسينوجينيك داخل الاراضي المصريه. الكارسينوجينيك مسرطنه سنه 89 ده احنا كنا اطفال ساعتها. بقول لحضرتك سنه 89 و1000 وفي حوالي 184 قضيه انمسكت في السنه دي، بالاضافه الى 48.4 من بذور غير مطابقه دخلت اصلا لما بزرعها بتدمر في الاراضي، يعني بتدمر نفس الجيرموبلازم الموجود. لو انا جاب صنف خيار بزرعه بدمر لي اصناف الخيار الموجوده المصريه. ولذلك لما ملف المبيدات، على فكره حضرتك احنا بنتكلم حاجات يعني قشور صغيره، لكن لما نبقى في حلقه كامله عن المبيدات اجيب ملف المبيدات. لما نتكلم عن مركز البعوث، لان مركز البعوث الزراعيه ده فيه 26 معهد ومعمل مركزي، كل معهد ومعمل ده كلية متخصصة في حتة زراعة في معينة، ده خاص بالإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني، في جميع اللجان التي تخص الأكل والشرب بتاع صحة الإنسان، اللي كانت لجنة التقوي، لجنة المبيدات. طيب خدني بس كده يعني اديني نبذة تاريخية عن موضوع المبيدات والمسرطنة. المبيدات احنا قلنا 89 تم ده سنة دخلت أكبر شحنة، لا شحنة وما زالت تدخل للمواد المسرطنة. بتخش طيب. ده الكارثة الكبرى في المبيدات. رئيس اللجنة هو السؤال بتدخل عن طريق، مش عايزه اسماء بس، بتدخل عن طريق جهات ايه؟ يعني مين الجهه المنوطه لا ممكن في حاجات كتيره جدا بتخش تهريب، يعني مثلا هم منع مبيد التيمك اللي كان بيستخدم لمقاومه النيماتود بيخش موجود في السوق دلوقتي. طب انا اسفه والله لا اقلل ابدا من شان حضرتك، يعني حضرتك على راسنا من فوق، بس حضرتك يعني وانت في النهايه مواطن مصري تمام. عندك المعلومه دي يا فندم، وجميع الاجهزه الرقابيه والامنيه في مصر ما عندهاش المعلومه دي لغايه النهارده يا فندم. انا ريقي نشف في جميع اجهزه مصر بالكامل، انا ريقي نشف. لا انا بقول لحضرتك انا قعدت مع مستشارين رئيس الجمهوريه وسالوني رايي في وزير الزراعه وايه اللي بيتم في، قلت لهم اسود من السواد. طيب اقول ايه؟ انا بتكلم على الهواء. خلينا قبل السواد، خلينا في البياض، خلينا ماشي. في الحاجه الحلوه، في الصوره المتفائله، نشوف لقطات دلوقتي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الاسكندريه في مشروع افتتاح مشروع غيط العنب نقلا عن التلفزيون المصري. تعالوا نشوف كده مع بعض هذه اللقطات على الهواء مباشره. السيد درديري محمد درديري رضوان السيد عبد الحفيظ أحمد محمد أحمد السيد أباري إبراهيم أباري محمد السيد أحمد محمد مصطفى محمد السيدة حنان مبارك خليفة علي السيد أشرف زيد السيد الخولي
محمود صادق عبد الله حسني. السيدة سامية عبد الحميد أحمد أبو رحاب. السيد محمد فاروق محمد فواز. إلى آخر ومن حلم يتلوه حلم يتحقق ويرى النور. تمضي مصر لتغير حياة المصريين، ولأن الدولة المصرية أصبحت الآن أكثر من أي وقت مضى تدرك تمام الإدراك أن المصريين يستحقون حياة أفضل، فقد أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير المناطق الغير مخططة والأكثر خطورة وتحويلها إلى مناطق حضارية خلال مدة زمنية غير مسبوقة، واضعة نصب أعينها توجيهات السيد الرئيس ووعده لسكان هذه المناطق بأن مصر لن تترككم. السيدات والسادة، الآن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا النهاردة أوجه لكم جميعا وللشعب المصري كل التحية والتقدير، واسمحوا لي كمان أن احنا نقف جميعا لمدة دقيقة حدادة على ضحايانا اللي غرقوا في المركب اللي كان بيعمل هجرة غير شرعية. اسمحوا لي. تفضلوا فندم. الحقيقة ما فيش عندنا مبرر أبدا ولا عذر، لا فيش عندنا مبرر ولا عذر ان يسقط مننا ضحايا زي ما سقط كده اكتر من 160 انسان من مصر ومن بره مصر. وده امر الحقيقه لابد ان احنا نتصدى ليه بكل قوه. انا مش بتكلم على الدوله بس الحقيقه، انا بتكلم على الدوله وبتكلم على المجتمع، لان المساله دي مش هينفع فقط ان الدوله تقوم جهد فيها. احنا بنتكلم على تقريبا حدود برية وبحرية ما يقرب من 5000 كيلو او اكتر، وبالتالي الجهد المطلوب عشان نأمن هذه الحدود ونمنع تهريب عبر الحدود سواء كان من خارج الحدود المصرية او من داخل مصر للخارج، ده جهد ضخم جدا جدا، و مش ممكن أبدا الدولة تقدر يعني تحكمه بنسبة 100%. أنا بقول كده عشان إحنا كلنا متألمين، مفيش كلام على إن حد مننا يبقى يسقط مننا ضحية بأي شكل من الأشكال، مش بس على قد الواقعة بتاعت غرق المركب دي، لا. فعشان كده بقول إن إحنا يعني كدولة بمؤسساتها كلها معنية وملتزمة بأن هي مش بس تحمل حدودها وتمنع الموضوع دوت، لا، هي كمان المجتمع معاها
لازم يساهم بدوره في ان احنا الكلام ده ما يحصلش بالطريقه دي مره تاني. لكن خلونا اتكلم في الموضوع ده شويه واقول ايه. هو في امل ولا ما فيش امل؟ لا في امل. وانا هتكلم تحديدا على المنطقه اللي حصل فيها الواقعه ديت. وانا بكلمكم دلوقتي بيتعمل مشروع لاستزراع سمكي قد يكون الاكبر على مستوى مصر. وانا بكلمكم دلوقتي، احنا المفروض ان هو في خلال شهر 2-3 بالكتير يكون خلص. احنا بنتكلم في 6 مصانع لصالح الاستزراع السمكي، تعليبه وتجهيزه والتلج بتاعه والفوم بتاعه وكل حاجه. وحوالي في المرحله الاولى بنتكلم على 2500 حوض للاستزراع. ده معمول لمين؟ لما اجي اقول احل مساله في البرولوس في كفر الشيخ عشان الناس اللي موجوده هناك يبقى عندهم امل بجد، انا هقول كلام لكن الكلام ده بيترجم لواقع بياخد وقت. وده اللي انا رسالتي لاهل البرولوس ولاهل كفر الشيخ وللمناطق اللي هي بتخرج منها وبتنظم للاسف الهجره منها للخارج. انا عايز اقول لكم ان اي شاب من شبابنا عشان يطلع يعمل كده بيدفع مبالغ كتير، سواء كان هو بيدبرها بنفسه او بيستلفها. يا جماعه يا جماعه، بلدنا اولى بينا، بلدنا اولى بينا. وبصراحه برضو احنا مش سايبينكم، بس عقبال ما هننجز. يعني انا بقول بدات الموضوع بتاع المزرعه السمكيه ده بقى لنا اكتر من سنه وشويه. زي ما انا قلت كده عشان ابدا المشروع ده بقى لنا اكتر من سنتين بنتكلم فيه، عشان النهارده بعد سنه ونص ولا سنتين نيجي نلاقيه كده. وجهد مشترك للجميع. فارجع بس تاني للموضوع بتاع الهجره الغير الشرعيه. احنا ليه هنتحول كده؟ نسيب بلدنا؟ هو ما فيش شغل فيها؟ طب انا بقول لكم لا والله فيها شغل. والكلام ده مش بقوله عشان انا موجود في موقعي ده، لا، انا بقول وانا مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدامكم على اللي انا بقوله، لان كل انسان بيسقط ده في رقبتنا او في رقبتنا كلنا مع بعض، خلي بالكم. واحنا مسؤولين ان احنا نديهم الامل. فانا بقول لكم وانا بكلمكم دلوقتي في عمل جهد، عمل كبير جدا بيتم في كفر الشيخ لصالح العمل ده، بس عقبال ما بيطلع للناس مش هيطلع في يوم وليله. المساله كلها سنتين. المشروع اللي انا بتكلم عليه ده ومشاريع اخرى انا هتكلم برضو عليها في انا بقول في كفر الشيخ. احنا كمان شهرين نفتتح المشروع ده. اقل من فرد او اتنين يشتغل في ال 2500 حوض دول، يعني 5000 او 6000 انسان. الست مصانع اللي بتكلم عليهم دول ما اشتغلت فيهم في المتوسط 100 انسان في كل مصنع، يعني 600 انسان. انا بتكلم على العمل المباشر، لكن في اشغال اخرى غير مباشره ممكن تبقى متاحه. سايب بلدك ليه؟ طيب ارجع تاني للمناطق، المنطقه الصناعيه اللي بتتنظم في كفر الشيخ. وانا بكلمكم دلوقتي في من 6-8 مصنع جاهزين للعمل. كل مصنع ما ياخدلوش 100 ولا 200 انسان، ياخد. والمنطقه لو احنا انتبهنا كمسؤولين على ان تحطيم البيروقراطيه وانهاء المساله طب انا هقول لكم على حاجه. انتوا فاكرين المشروع ده انا ما كنتش متابعه؟ المفروض احنا كنا في العيد الصغير والعيد الكبير نيجي هنا في ليله القدر في العيد الصغير نفتتح، وفي العيد الكبير قبل في الوقفه، لكن ما كانش لسه خلص. اقول لكم على الناس اللي ساهمت، كل واحد ساهم بكام؟ من رجال الاعمال ومن البنك الاهلي ومن القوات المسلحه. انا ما اقصدش بكلمه ان انا اقول لكم معناها ان انا لا، كل مسؤول
إن ما كانش هيركز في عمله وينتبه عشان ينجز المهمة بتاعته في ظل تحديات ضخمة بتمر في مصر، مش هنتحرك لقدام. وأنا بقول كده ليه؟ عشان هتكلم على المنطقة الصناعية بتاعت كفر الشيخ، وإحنا شغالين هناك. بقول لهم إيه وأنتوا شغالين؟ قولوا لي أخبار الطرق اللي هناك إيه في المحافظة. ده في طريق راسل للساحل، طب خلوه لي ارصفوه لي 16 كيلو مش كده؟ ارصفوا الطريق ده. طب ايه كمان؟ شوفوا عشان نحل واحنا داخلين نفتتح المشروع نكون عملنا حاجه كتير، كل ما يمكن عمله نكون عملناه بالمره. المنطقه الصناعيه اعرف ان هم متاخرين، المحافظ مع اجهزه الدوله في عمليه تحديد الارتفاعات، مش كده ولا ايه؟ لا يا جماعه، وبالتالي يتأخر المصانع ديت انها تفتتح وتشتغل وتفتح ابواب رزق للناس. المواضيع ما بتنتهيش في الدولة بطريقتنا التقليدية، لن نطلع قدام. لا، ده الموضوع تفضل قاعد عليه لغاية لما تخلصه، المشروع بتاعك، البرنامج بتاعك، المصنع بتاعك، المنطقة الصناعية بتاعتك. لكن احنا بالطريقة ديت مش هيبقى صح، هناخد وقت كتير واحنا ما عندناش وقت ابدا نضيعه. انا برجع تاني لمنطقه صناعيه في كفر الشيخ وبقول لا تتكسر كل القواعد لانجاز المهمه، تتكسر كل القواعد لانجاز المهمه. ده مثال لكسر القواعد. ده غير المشروع اللي عاملاه الدولة لل 170 ألف وحدة سكنية للمناطق الخطر، ده حاجة مختلفة خالص. ده نموذج تاني بنقدمه على إن المجتمع يستطيع مع الدولة بأجهزتها لما تحط إيديها في إيدين بعض نشوف المشروع ده. طب المشروع ده بسيط، أنا هقول لكم المشروع ده إيه. المشروع ده 1600 وحدة ويزيد، يعني 1600 أسرة. عملنا معاهم ايه؟ عملنا معاهم ان احنا ادخلنا البهجة والفرحة عليهم وغيرنا حياتهم وحياة ابنائهم. ده امر بسيط؟ ده امر مش بسيط، ده امر مش بسيط. طب تتضافر فيه الجهود؟ ما هو اتحطت الايدين، بقت في آلية، آلية ممكن تشتغل. ده لما أنا جيت قلت لو كل قيادة عسكرية في مناطق خدت نطاق المسؤولية وابتدت تعمل فيها مشاريع هنقدر نعمل حاجة مع الدولة كمان، مع الدولة كمان. فهنا النهاردة في المنطقة الشمالية، أنا بس بالمناسبة بقول لمحمد الزملوط، طب ما في 1500 وحدة في الضبعة يا محمد، مش كده ولا إيه؟ ما أنا بقول لك بس عشان برضو الناس تبقى. اتفضل يا محمد. في 1500 وحده بيت بدوي بيتعمل في الضبعه، بقالنا سنه ونص متاخرين يا كامل. ماشي، متاخرين يا اخويا. فانا عايز اقول برضو بيتعملوا هناك فين؟ في الضبعه، في مكان تاني. واحنا بنتكلم كده كل مصر بتتغير. انا قلت في الاول السؤال، في امل ولا ما فيش؟ لا في امل، بس احنا مش هنقدر نعبر كل التحديات ونخلص عليها في سنه واثنين وثلاثه واربعه، لا هتاخد وقت. بس انا بكلم المسؤولين وبكلم القادرين. لما رجال الاعمال حطوا ايديهم معانا هنا، لما البنوك حطت معانا هنا، وانا هقول اسم بشكره شخصيا الأستاذ هشام عكاشة، أنا بشكره شخصيا، أنا بشكرك صحيح. لأن البنك الأهلي، اتفضل اتفضل يا فندم. لما كنت براجع الموقف مع المسؤول هنا بقول له أخبار احنا ماشيين ازاي، لأن احنا الالتزام اللي عملناه كدولة قلنا إن القوات المسلحة هتقوم، المحافظة تسلم الأرض، يعني تقدم الأرض والمرافق، والقوات المسلحة تبتدي، ونحفز رجال الاعمال وكل من يستطيع ان يساهم في الفكره. ولو في مشكله خلاص احنا موجودين مع بعض يعني. فمشيت الامور، فانا كنت براجع الموقف فبقول لهم اخبار التبرعات ايه؟ فوجدت ان
أخطر المساهمين هو البنك الأهلي المساهم في هذا المشروع. المشروع تكلف مئات الملايين، لكن البنك الأهلي كله ساهم، صحيح الجيش ورجال الأعمال وكل من قدم يعني، لكن البنك الأهلي كان أكتر المساهمين في هذا المشروع. وكنت بسأل برضو من قبل من حوالي أسبوعين كده، فبقول اللي كان قائم على الموضوع أخباركم إيه؟ قال لي في 40 مليون جنيه ناقصين. طب فبقول له هتعمل إيه؟ قال لي أنا كلمت الأستاذة منال في البنك الأهلي وهم هيدوني 40 مليون جنيه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ هنا وأقول أسماء وأنا قاعد في المكان ده، عشان أقول لحضرتك إنك أنت مش حولك متشاف، لكن ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع أبدا اللي أنت عملته لإدخال الفرحة على قلوب 1500 أسرة. يعني في المتوسط لو قلنا 5-6 بتتكلم في 9000 ولا 10000 إنسان هيباتوا النهاردة المفروض مبسوطين وفرحانين ومطمنين إنهم عايشين في بيت كويس بالشكل اللي احنا بيه. وبرضو لما جينا قلنا نفرشه، الفرش اللي انتوا بتشوفوه ده هو الهدف منه ان انا اقول له انسى خالص حياتك اللي فاتت. بقول له انسى ليه؟ والكلام ده لينا كلنا وللمجتمع، عشان احنا لو اذا لم نتضافر مع بعضنا البعض عشان نغير واقع الانسان الصعب للناس اللي هي ظروفها صعبة، لما بنحط ايدينا مع بعضنا كده هو بيشعر ان المجتمع مش يعني لا يتخلى عنه، لا يتخلى عنه، ده شايفه وبيساهم. وبالمناسبه بقى ما دام اتكلمت على البنوك، يعني ما ينفعش ناخد يعني ما اعرفش تعملوها ازاي اللي هي الفكه ال 50 قرش والجنيه اللي في المعاملات وتتحط في حساب لصالح حاجه زي كده. يعني انا بس في شيك ب 1255 ولا ونص ولا 80 قرش واي حاجه، ما اقدرش اخد الفكه دي، ده هي حق رقم كبير جدا نحطه في مشاريع زي كده ويبقى كل الناس اصل الناس في مصر عايزه تساهم. بس الاليه فين؟ الاليه يعني هوصل اللي انا عايز اقدمه ده ازاي؟ مش قادر، مش عارف. تحيا مصر ماشي، الجمعيات الخيرية ماشي، بس في آلية أقوى. أنت بتتكلم في معاملات ل 20-30 مليون إنسان. لو كل واحد الفكة دي كانت جنيه و90 قرش وكده، بتتكلم في 10-12 مليون جنيه ممكن يبقوا رقم مع عدد المعاملات. لو سمحتم، لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي. إزاي ناخدها؟ أنا ما أعرفش عشان نحطها لأن أمال إيه؟ أيوه. هو انت تفتكر ابننا وبنتنا اللي هنا اللي في المجتمع ده هيبقى زعلان مننا من المجتمع بتاعه، ولا هيقول لك المجتمع ما تخلاش عني؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم. ازاي التأليف؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا الفكرة، وزي ما قال لنا احد اركان الاسلام الزكاة، كان منها ان هو الزكاة يتاخذ عشان المجتمع يبقى متماسك مع بعض. فانتوا لما بنعمل كده احنا بنحل مسائل، وحاجه جميله جدا جدا، مش بس الصلاه في الجامع ومش بس الحج والعمره، لا كمان الانسان ده اللي انت تستطيع انك تدخل الفرحه عليه، ده امر عظيم جدا جدا وله اجر كبير جدا عند ربنا. فانا في امل، ايوه امل كبير. ولو انتوا بتشوفوا التحديات والهجمات اللي بتتعمل عليكم تعرفوا ان الناس شايفة ان انتوا ان مصر مش عايزة تبقى دولة لاجئين، عصية على انها تبقى دولة لاجئين، وبالتالي الضغط جامد والجهد جامد ضدكم يا مصريين، لازم تكونوا عارفين كده. فبس احنا كمان لازم نشتغل ونشتغل ونشتغل عشان نغير الواقع اللي احنا فيه. انا قلت المزارع السمكيه مزرعه في كفر الشيخ ومزرعه في شرق بورسعيد. المزرعه اللي في شرق بورسعيد
هتكلم عنها باختصار، احنا بنتكلم على مزرعة على 23,000 فدان. 23,000 فدان. اللي انا بقوله لكم ده مش حاجة احنا بنخططها، ده حاجة احنا شغالين فيها بالفعل. وقلت لكم ان احنا في مزرعتين قربنا نخلصهم، مزرعة كفر الشيخ في بركة غليون والمزرعة دي. وانا بكلمكم برضو تاني علشان كفر الشيخ للمنطقة اللي حصل فيها الواقعة ديت. بقول لكم تاني في امل كبير هناك. بنتكلم على البحيرة نفسها، بنتكلم على الكورنيش عشان نعمل مشروع حضاري متكامل للمنطقة دي يشغل الناس فيه ويبقى متنفس لأهل كفر الشيخ. ما تسيبوش بلدكم وتمشوا، انتم تقدروا تبنوها، انتم تقدروا تبنوها، بس حطوا ايديكم في ايدينا وثقوا ان ربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا ان احنا نعمل ده. يعني ما المدينة الاساس في دمياط، ما احنا برضو عايزين يعني برضو لما قلت ان المجتمع كله يتكاتف في اعطاء الامل، من فضلكم الاعلام محتاج مننا برضو جهد ان هو يلقي الضوء عشان يحيي الامل ده. مدينة الجلود في الروبيكي ده، انا بتكلم كده على المناطق الصناعية اللي بنعملها، وبرامج كلمت على المناطق الصناعية. اسمحوا لي اقول لكم احنا هنشتغل في المناطق الصناعية بشكل مختلف عن اللي احنا فيه قبل كده. انا بتكلم على الصناعات الصغيره والمتناهيه الصغر، وكلامي مع وزير الصناعه والتجاره من شهر ان احنا هيئه التنميه الصناعيه مش على قد انها تطرح ارض وبعدين المستثمر الصغير او اللي هو اللي عايز يعمل مشروع صغير يبتدي يمشي مسار كبير قوي في الحصول على الارض، ثم ان هو ياخد قرض، ثم ان هو ياخد ترخيص. قلت له لا، احنا المره دي هنعمل الاتي، وانا بقولها لكم عشان تعرفوا احنا يعني كدوله مش هنتخلى عنكم، مش هنتخلى عنكم. قلت له لا، انا عايز النهارده تعلن في للشباب عشان حتى القروض اللي احنا ال 200 مليار اللي احنا قلنا عليهم دول، طب الناس هتاخدها ازاي بالطريقه اللي احنا ماشيين بيها دي؟ ده هياخد وقت كبير قوي. فقلت له لا، احنا المناطق الصناعيه اللي احنا بنتكلم عليها نطرحها على انها مش عايز اقول التعبير بالانجليزي، يعني عايز اقول يعني تفتح تشتغل، تفتح تشتغل. فانت اطرح على الناس من خلال دراساتك بطلب السوق ايه، ايه المشروعات اللي احنا عايزين نعملها في مجال النسيج، في مجال مش كده، مش كده، واحنا مستني منك العرض بتاع الموضوع دوت. طيب هنقول ايه؟ لا انا مش هطرح عليك المشروع الارض واسيبك انت تخش في دوامه تجيب ترخيص وتجيب وتجيب تقعد لك سنه ولا اتنين، لا مش هيحصل. انا هطرح عليك مشروع اكنك بتاخد شقه زي دي كده. انا هديك الارض بالمنشاه المخصصه ليها بالرخصه بتاعتها. بالايه؟ بالرخصه بتاعتها. يعني الترخيص هنا لاعمال نجاره، هتاخد الارض بالمنشاه برخصه النجاره، يلا اشتغل. هتعمل هنا حاجه غزل نسيج، حاجات صغيره ومتوسطه اللي هي مش هيبقى فيه منها مشكله مع المستثمر في ان هو لا عايز يعمل تصميم كبير قوي. انا بتكلم على الحاجات اللي هي المتناهيه الصغر والصغر والصغيره. لا انا هعمل له ده واجهزه له بحيث ان الارض تبقى جاهزه. الكلام اللي بقوله ده هيحصل، الكلام اللي بقوله ده بفضل الله سبحانه وتعالى هيحصل وهعمله، وهتشوفه واحنا بنفتتحه. ليه؟ لان احنا بالطريقه ديت هناخد وقت كتير قوي عشان الامل ده يوصل للناس والناس دي تشتغل. فلا احنا مش مسارنا الطبيعي غير صالح للتغلب على التحديات اللي احنا بنقابلها. بقول الكلام ده لكل محافظ، بقول الكلام ده لكل وزير، بقول الكلام ده لكل مسؤول، وبقوله لنفسي انا مسؤول.
مسؤول على ان احنا نحيي الامل لكل انسان في مصر، مش بالكلام، بالعمل والانجاز. احنا جابوا هنا في الفيلم جزء عن الفيروس سي، وانا كنت قلت ساعه لما تصدينا لهذا الموضوع ان احنا عندي حلم ان مصر اللي فيها اكبر نسبه من المرض ده ينتهي في خلال السنتين. وانا بكلمكم دلوقتي مفيش قوائم انتظار للفيروس سي لدى وزاره الصحه. انا بكلمكم كلام حقيقي، مفيش قوائم انتظار لمرضى الفيروس سي لدى وزاره الصحه. ويبقى ان احنا محتاجين حاجتين، نراجع تاني ونعمل فحص لشرائح المجتمع كلها بالكامل، ونعالج اللي نكتشفه. واحنا كنا قلنا ان الجيش والشرطه اللي الشباب اللي يخش يتم فحصه ويبقى عنده يعالجه، ونستمر على كده ونستمر على كده ونستمر على كده، ثم جهد الدوله كوزاره الصحه في هذا الاطار. طيب احنا ان عملنا ده بس، ولازم اعترف ان في مجتمع مدني شغال في هذا الموضوع بشكل ادهش ادهش، العالم كله ازاي المصريين في خلال مده صغيره جدا جدا تراجعت معدلات الاصابه وحصل علاج لهذا الحجم الكبير من المصابين بهذا المرض. لكن يبقى ان احنا محتاجين الوقايه وطرق الوقايه اللي هي تبقى موجوده، وثقافه الوقايه من المرض ده وغيره تبقى موجودة عندنا، عشان يعني مش بس نوصل للمعدلات اللي هي العالمية في الإصابة، لا، عشان ينتهي خالص المرض ده وغيره من عندنا. أنا اتكلمت على وأنا بكلمكم كده مع وزير الشباب، مع وزير الاسكان من كام شهر، قبل ما نطرح الطرح بتاع اللي خاص بالاسكان الاجتماعي. كان كل اللي بنقدر نقدمه واللي الدوله بتقدمه قبل كده عدد محدود جدا من المساكن ديت. انا بتكلم على الامل. احنا ما فيش حد تقدم لنا اسكان اجتماعي ويونيو هنكون خلصنا. يونيو القادم ده معلش، يونيو القادم ده هنكون بنقدم 600,000 وحدة، 600,000 شقة معمولة بالمستوى اللي احنا بنشوفه زي ده، وزي اللي احنا شفناه قبل كده في الإسكان الاجتماعي. شغالين دلوقتي، أنا بتكلم في 600,000 وحدة سكنية، وأنا بكلمكم دلوقتي في 75,000 من 160,000 شقة بيتعملوا للمناطق الخطرة. الخطرة يعني ايه؟ اللي هم جابوا الصور بتاعتها في بداية العرض ده والشكل ده. انا بقول ان الموضوع ده هنخلصه، الخمسة وستين الف ولا السبعين الف شقة دول هيخلصوا على يونيو القادم. لكن المشروع كله للانتهاء من 300 منطقة على مستوى الجمهورية ان شاء الله في يونيو 18، يونيو 2018 هنكون خلصنا الكلام ده. احنا بنتكلم دلوقتي في حاجه ثانيه، وانا كنت بكلم السيد وزير الاسكان فيها من يومين، بقول له طب ما ناخد شرايح ثانيه يكونوا اعلى شويه من الاسكان الاجتماعي. كنا اتكلمنا في الموضوع ده من شهر ونص ولا شهرين، وبعدين قال انا خلاص بقى في تصور متكامل نطرحه على الناس، وانا بطرحه عليكم دلوقتي. اللي هو داخله اكتر من 2000 3000، بس هيبقى اكتر شويه لان الدعم هيبقى اقل. فهنعمل، طب عايزين مليون شقه، هعمله ان شاء الله. يعني طبعا انا بقول الكلام ده كله ليه؟ سايبني وماشي ليه؟ سايبها وماشي ليه؟ سايبها وماشي ليه؟
زعلنا وتزعل اسرتك وتزعل مصر كلها عليك ليه؟ وانا بكلمكم كده، طب ما احنا مش سايبينك خالص، مش انا اللي مش سايبك، بلدك مصر مش سايبك. هو تكافل وكرامه مش رايحين لواحد ونص مليون؟ مش كده؟ واحد ونص مليون يعني كم اسره؟ لما بنتكلم في الضمان الاجتماعي مش بنتكلم في 2.5 مليون. مش بتكلم في المعاشات، ان الحد الادنى 500 والعلاوه 125. لا مصر مش، ما احنا قاعدين بنعمل ايه؟ احنا كلنا قاعدين نعمل ايه؟ احنا عشانكم، احنا عشانكم موجودين، وهنفضل نشتغل لاخر لحظه وبكل قوه. فمن فضلكم لكل المصريين، للمجتمع كله، للجمعيات الخيريه، لو سمحتم، لرجال الاعمال لو سمحتم، للحكومه لو سمحتم، كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. التحديات كتير قوي في مصر صحيح، لكن والله هي ابدا ما هتكون كتيره لو كلنا حطينا. ما حدش كان يحلم ابدا يشوف اللي احنا شايفينه دلوقتي، لا يمكن. لكن ببساطه خالص تم انجازه، وغيره وغيره هتشوفوه. ف القرمان تشد حيلها شويه يا فندم، حرام يعني. ادوا الامل. طيب ماشي، اتفضل يا فندم. طيب انا برضو اتكلمت على الامل، يا ترى احنا بنتكلم على مشروعات الصرف الصحي للقرى المصريه، واحنا كنا لما بدانا نشتغل في الموضوع كان 15% من القرى دي فقط، مش كده ولا؟ خلاص الوزير الاسكان بيقول لي خلي 12.5 مش 15. طيب لكن انا هقول 15. احنا بنتكلم على ان احنا في يونيو 18 هنكون وصلنا ما يقرب من 50% من قرى مصر صرف صحي. مش هنسيبكم، مش هنسيبكم. في القرى الاكثر احتياجا ده في برنامج ضخم جدا معمول من تحيا مصر ومن القوات المسلحه ومن الجمعيات الخيريه، عشان ويا ريت كنا جبنا حاجه من القرى ديت، البيوت اللي احنا بنجهزها في القرى ديت، عشان نوري الناس ان في امل، في امل كبير قوي. بس طبعا سنتين في عمر الدول وثلاث سنين في عمر الدول وخمسه مش كتير، سنتين وثلاثة وخمسة في عمر الدول مش كتير. الواحد نص مليون فدان، واحنا اتأخرنا في طرحهم حتى الآن، وأنا بوعدكم إن خلال أكتوبر القادم هيتم طرح على الأقل الشريحة الأولى 500,000 فدان ل بشكل متكامل للناس، عشان نتقدم ونشوف هنعمل إيه. النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم معاكم فيها الأسعار. وانا متابع الموضوع ده كويس، لان احنا منكم يعني مش بعاد، بس خلي بالكم من اللي هقوله وارجو ان انتم تنتبهوا ليه كويس. الموضوع مش زي ما هو مطروح فقط ان التجار يعني طمعانه قوي، لا مش كده بس. لازم نعترف إن إحنا خلال الخمس سنين اللي فاتوا دول حجم الأموال اللي بقت في إيدين المواطنين زادت إلى أكتر من 200 مليار جنيه عما كان. هقول تاني وعشان الناس اللي هم الموضوع ده يعرفوا ليه إحنا كده وهنعالجه إزاي. يعني إيه الكلام دوت؟ إحنا زدنا في مرتبات الحكومة سنويا 150 مليار جنيه، أنا بتكلم على الحكومة ما بتكلمش على قطاع خاص ولا أي حد تاني. 150 مليار جنيه. وزودنا القيمة الإجمالية اللي ضافت للمعاشات لو أنا فاكر كويس 53 مليار جنيه. 53 مليار جنيه أو 50 مليار جنيه مع ال 150 يبقى 200 مليار جنيه. ده بقى قدرة شراء.
قدرة الشراء دي لازم يقابلها عرض، لازم يقابلها عرض زيادة. ده ما حصلش، لأن النهاردة بعد ما كنا نقدر نشتري على مدار سنة ب 300 400 مليار جنيه، اللي هي الشعب المصري كله يشتري من سوق احتياجاته ب 300 400 مليار جنيه على الأقل. أنا بتكلم وأنا متأكد من اللي أنا بقوله، إن القطاع الحكومي لوحده الناس اللي بتقبض زاد قدرتها على الشراء بمقدار 200 مليار جنيه سنويا. طب هل المعروض من السلع زاد على ده؟ لا، وبالتالي الأسعار زادت، الأسعار زادت. وأنا بقول كلام وأرجو إن يعني الاقتصاديين إن هم يراجعوني فيه لو أنا بقول كلام بعيد عن الواقع، مع اعتبارات أخرى، مع أسباب أخرى زي سعر الدولار، مع أسباب أخرى إن مفيش آلية حقيقية لضبط الأسواق. مفيش، مش مفيش عشان الحكومة دي، ما الفرق بين الدول المتقدمة والدول الغير متقدمة إيه؟ إن الدول المتقدمة عملت آليات مستقرة لإدارة أسواقها ولضبط أسواقها في كافة المجالات، مش سعر بس، حتى في مستوى الجودة. ده اللي احنا محتاجين نبقى عارفينه واحنا بنتعامل مع المسألة، عشان كتير مننا بيتناول الموضوع يقول لك الموضوع ده ما انتوا ما حلتوش ليه. انا عشان احل الموضوع ده لازم ازود المعروض، والمعروض يكون زايد بشكل مناسب في سعره، مش بستورده بس من بره. فعشان كده احنا في برنامج بيتنفذ دلوقتي لزيادة المعروض من السلع اللي هي بتمس المواطن، اللي هي الخضروات، اللي هي الفواكه، اللي هي اللحوم. بس انا بقول لكم مع جهد الحكومة اللي لازم يتضاعف لضبط الاسعار اكتر من كده، وانا بقول لكم ان خلال شهر او شهرين حجم السلع اللي احنا هننزلها كدولة عشان تخلي المعروض مناسب للمطلوب هيكون حجم معتبر، والأسعار بفضل الله سبحانه وتعالى يتم السيطرة عليها تاني. أنا بقول بغض النظر عن سعر الدولار، بغض النظر عن سعر الدولار، وده التزام من الحكومة للشعب المصري. لكن أنا حبيت أقول لازم المعروض يزيد عشان يكافئ الطلب المتزايد نتيجة القدرة الشراء اللي زادت عندنا من اللي أنا بتكلم فيه ده. إحنا بنتكلم على إجراءات عاجلة وإجراءات لخطة متوسطة المدى وبعيدة المدى. لما بتكلم إن أنا عايز أعمل مشروع لمئة ألف صوبة زراعية، الهدف منها إن حجم المعروض في فترة زمنية قليلة يتضاعف. أتكلم بتفاصيل أكتر؟ حاضر. احنا بنزرع تقريبا الخضار على 800 ألف فدان في مصر، بيضيع منه من 30-40% من هذا الانتاج اثناء تداوله من الغيط او من الحقل بتاعه لغايه لما يصل الى المستهلك. يعني انا تقريبا بزرع كده، اللي بستفيد منه من 800 ألف حوالي 500 ألف فدان. ده اللي بيوفر الخضار للمصريين. أنا لما بتكلم النهاردة في 100 ألف صوبة، الصوبة تقريبا إنتاجها بيعادل تقريبا من 5-10 فدان. وبقول من 5-10 ليه؟ لأن الصوبة حسب حجمها، حسب حجمها، لكن هي بتدي إنتاجية قد تكون 10 أمثال ويزيد من نفس المساحة المخصصة للفدان. فلما أعمل ده حلم. اللي أنا بتكلم فيه ده حلم، اللي انا بتكلم فيه ده ايه يا فندم يا مصريين؟ ده حلم. محدش يعمل 100 ألف صوبة ابدا الا اذا كان عايز يحل المسألة بجد لأهله، عايز يحل المسألة مش بس انه يوجد لهم سلع، لا يوجد كمان عمل. لان لو كل صوبة النهاردة بيشتغل فيها من 2-3 انسان او بني ادم، يبقى انت بتتكلم في 400 ألف فرصة عمل مباشرة.
غير بقى الناس اللي هتنقل الكلام ده وهتعلبه وقصه ثانيه خالص. اللي انا بتكلم فيه ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيكون خلصان خلال سنه ونص على الاكتر، سنه ونص على الاكتر. وبتكلم عشان الناس تطمن ان الدنيا مش متسابه، وفي تخطيط وفي تصور لمعالجه حقيقيه لازماتنا بشكل يعني غير مسبوق. انا بتكلم على دوله، مش بتكلم على مستثمرين بتشتغل وقطاع خاص بيشتغل وهو مطلق اليد تماما انه يعمل في مصر. وبالمناسبه ديت انا هتوقف على حاجه هقولها لكم. انا خلال الشهرين اللي فاتوا كان في هجمه شرسه جدا على الدوله وعلى القوات المسلحه. معقول؟ معقول؟ ده جيشك، جيشك انت مش جيشي انا، جيش مصر مش جيش حد تاني. حد يشككوا؟ حد يشككوا؟ يعني اللي طلب من الجيش، وانا الكلام ده المفروض ما اقولوش كتير يعني، لكن هقول لكم. لما قالوا لي في 27 يناير في نقل المجلس الاعلى، وانا ما بقولش سر للقوات المسلحه، عندما كنت اتناقش معهم فيما يحدث في مصر، لان احنا ما بناخدش في يعني القرار في المؤسسه بيبقى قرار علمي وبيتم فيه توافق وخيارات مختلفه، وبعدين يتم التصويت عليه. فقلت لهم التحديات اللي موجوده في مصر ضخمه جدا جدا جدا، وقعدت اتكلم في حدود ساعه 45 دقيقه على تفاصيل التحديات اللي موجوده في مصر. فقلت لهم يعني انا شايف، وانا بقول لكم الكلام ده، ان ده امر يعني هيبقى مشكله لاي حد يقود الدوله المصريه لسنين طويله قادمه. وانا بقولها لكم يا مصريين عشان تبقوا سامعين. لكن انا اثناء، فهم قالوا لي لا خيار، لا خيار، ده راينا كمجلس اعلى في هذا الظرف كمسؤولين عن الامن القومي المصري والحفاظ على الدوله المصريه. فقلت لهم لا خيار لديكم الا ان انتم هتحطوا ايديكم معايا في اعاده بناء الدوله المصريه زائد مهام الحفاظ على الحدود والامن القومي وكل حاجه. ده كان الشرط. لان انا كنت بقول ان لابد ان يبقى في زراعين، زراع دوله وزراع اخرى. فكان لابد النهارده الزراع الاخرى المستثمرين ورجال الاعمال والقطاع الخاص، وكل له عمله وبكل التقدير وبكل الدعم من جانبنا. واحنا انا بقول لكم كلام مسؤول برضو، مفيش حد يتصور ان انا مش داعم لكل مستثمر شريف مخلص بيعمل لصالح وطنه وبيعمل لصالح نفسه. لا حدود ولا قيود على عمل الناس. لكن انا بقول لكم ان كان كمان من ضمن الالتزامات اللي قلتها للقوات المسلحه ان انتم هتقوموا معايا بهذا الجهد. ف الاقي الناس بتهاجم بعض الناس، يعني الجيش بيعمل كده ليه؟ الجيش ما ياخدش جنيه ورق يحطه في جيب حد. بقول تاني ليكوا عشان تبقوا عارفين، مفيش حد ياخد جنيه. الصرف داخل القوات المسلحه باوامر مني شخصيا من وزير الدفاع بس، ما يصحش كده. يمكن حد يتصور يقول لك يعني انت يعني بتتناول المساله دي. انا اتناول المساله دي، بتكلم معاكم دايما يا مصريين بشفافيه. عايزين تعرفوا اعرفكم، ومن حقكم تعرفوا، بس خلي بالكم هم عايزين يهزوكم. انتوا ناويين تستمروا في النجاح وتطلعوا لقدام؟ لا، تعالى اشككك. وانا قلت لكم من شهرين ثلاثه فاتوا في احد اللقاءات، قلت الانجاز والانكار، الانجاز والتشكيك، دي المرحله. مش انا قلت لكم كده؟
اللي هيتم معاكم هو عبارة عن تشكيك في كل شيء، ويخليك انك انت ما انتش شايف ابدا امل لبكرة. فانا قلت لكم الكلام ده، فانا بس بأكده معاكم، لا ده جيشكو، جيش بلدكو، ابنائكو، مش جيش حد تاني. فانا بس حبيت النقطة دي ما تعدنيش وانا بتكلم على ان احنا بنحل المسائل وبنجابه التحديات بتاعتنا، بس احنا هناخد وقت. بقول لكم المليون ونص فدان مع 100,000 صوبة مع مزرعة حيوانية مش أقل من مليون راس، عشان نقدر نقدم معروض يكافئ الطلب اللي احنا بنتكلم عليه. وانا قلت ان لو انا النهاردة ربنا وفقنا واللي احنا بنخططه نفذناه وعملنا 100,000 صوبة دول، انا بضاعف حجم الخضار والفاكهة اللي بينزل السوق المصري. بضعف يعني ايه؟ يعني هطلع قد 800,000 فدان بس بتقنيات متقدمة وبوسائل نقل حديثة ما بقاش زي اللي احنا بنشوفه ده. ما يتهدرش 40% منه اثناء نقله. لا. أنا آسف أقول لكم كلمة تانية، ما يبقاش المية المية اللي بيتروي بيها دي مية مضمونة زي المية اللي احنا بنشربها. أنا مش بتكلم على الصحة العامة بتاعت المصريين. طب ما الصحة العامة بتاعت المصريين لازم الأكل اللي بياكلوه يكون تماما أكل المواصفات بتاعت المية اللي بتستخدم فيه طبقا للمواصفات. أنا بفضل الله سبحانه وتعالى هيتم مضاعفة حجم إنتاجنا من الخضار خلال سنة ونص، وده حلم تاني. أكلمكم على الإرهاب، وإحنا الحقيقة حققنا فيه إنجاز كويس قوي، وده بفضل تضافر جهود الدولة بالكامل ومتحركين. بس أنا عايز أقول إن إحنا جوانا ما زال ناس، وده اللي أنا عايز أشاور بيه للمجتمع وللرأي العام والأجهزة الدولة. الإرهاب مش بس إن حد بيرفع السلاح لأن الإرهاب أصله يهدف إلى هزيمة الناس. لما أنا النهاردة أمشي في بين الناس بكلام باطل، كلام مش حقيقي، عشان أهز ثقته في نفسه وفي بلده، طب ليه؟ أنا بقول لكل اللي من بيتحدث بكده سواء كان هو عارف هو بيعمل إيه أو مش عارف، لو حصل الموقف اللي بيحصل في دول أخرى إذا حصل في مصر لا هتنفع لا لينا ولا لحد تاني. بقول لكم تاني يا مصريين، ومش بخوف حد، لا هتنفع لينا مين؟ لينا كلنا ولا لحد تاني. انت بتتكلم في 90 مليون انسان او 91 مليون. لو حالة الدولة اتهزت بشكل يبقى في خطر على ال 91 مليون، خلاص احنا مش هيبقى فيها. وهو بس مطلوب ان الخيط ده يبدا، وبعد كده الموضوع مش هيتم السيطره عليه. ف احنا حققنا نجاح كبير في الارهاب ده، لكن انا بتكلم على النوع ده من التشكيك و هزيمه اراده الناس والثقه ومحاوله الزعزعه الاستقرار. ده ما ينفعش. بس ده مش ما ينفعش من أجهزة الدولة بس، لا ده مننا كلنا. الأمور مش هتتحل في مصر في يوم وليلة من غير جهد ومعاناة. ما كانش حد غلب. الدول عشان تكتب اسمها في السجل التقدم والحضارة بتشقى وبتتعب، بتشقى وبتتعب وبتصبر. بطمنكم ان بفضل الله سبحانه وتعالى في دولة وفي قوات مسلحة وفي وزارة الداخلية، ولن يستطيع أحد بفضل الله سبحانه وتعالى أن يمس الدولة المصرية. التخطيط معمول أن الجيش يفرد في مصر، يفرد مصر
خلال 6 ساعات. التخطيط معمول، انا بقول لكم عشان تبقوا عارفين، الجيش يفرد في مصر، ينتشر في مصر في 6 ساعات لحمايه الدوله ديت. محدش يفتكر ان احنا هنسيبها او نسمح انها تضيع مننا ونضيع الناس معانا. انا مسؤول امام الله سبحانه وتعالى وامامكم وامام التاريخ على الدفاع عنها وحمايتها لاخر لحظه. بطمنكم على، ودي اخر نقطه بكلمكم فيها، على سياستنا الخارجيه، وبقول لكم ان احنا رحلتنا في الصين والهند والولايات المتحده الامريكيه، في انتم كنتم متابعين الموضوع ده كويس وشفتم قد ايه الناس مقدره التوازن ومقدره ادارتنا لهذه السياسه بشكل يعني مش ابدا سعي ورا دور ولا حاجه، ولكن دوله بتدير سياسه بشكل متوازن مع كل العالم. واللي احنا بنعمله ده في ناس كتير جدا هتفكر فيه، وفي ناس كتير جدا هتشوف ان هو مش هقدمه ك يعني رئيس قسم التحول الوراثي للنباتات بمعهد بحوث الهندسه الوراثيه الزراعيه زي ما كنت قدمته في اول الحلقه، انما دلوقتي بعد ما شرحنا لحضراتكم انه قدم استقالته نتيجه اعتراضه على كثير من الامور والملفات في وزاره الزراعه، هقدمه كالدكتور سعيد خليل مستشار وزير الزراعه المستقيل اللي قدم استقالته لسياسات كثيره في وزاره الزراعه. بجدد الترحيب بحضرتك. ربما الوقت النهارده ما اسعفناش ان احنا طبعا نتكلم ولا في ربع حتى المواضيع اللي كنا عايزين نتكلم فيها، ولكن هتوعدنا ان احنا ان شاء الله يكون لنا لقاء غدا في صباح دريم نفتح بقى الملفات بالتفصيل كلها، لكن مش هقفل الحلقه الا لما تكلمني سريعا عن الثروه السمكيه. الحقيقه انك لما تسمع كلام الرئيس وتحس انه فيه اهتمام كبير من خلينا نقول من القياده السياسيه مش من الدوله، لان احنا عندنا قياده سياسيه وعندنا المؤسسات بقى اللي بتنفذ تمام. ده في فرق كبير. كنا بنتكلم في ده يمكن خارج الهواء حضرتك وانا. لما تحس انه فيه اهتمام من القياده السياسيه بالثروه السمكيه، ايه مجموعه النقاط اللي عايز تطرحها على مكتب السيد الرئيس النهارده علشان نطور الثروه السمكيه اللي عندنا، خصوصا بعد حاله انهيار وصلت ليها؟ طبعا بعد سماعي لحديث السيد الرئيس اللي هو كله أمل وتفاؤل بفضل الله تعالى، يعني هو ده اللي مخلي الواحد مكمل ومصمم على المشوار اللي أنا بدأته، وإن شاء الله لآخر دقيقة في عمري أنا مكمل فيه. بالنسبة للثروة السمكية اللي اتكلم عليها سيادة الرئيس و2500 فدان في منطقة غليون في كفر الشيخ، أنا أقول لسيادة الرئيس بس مصر تمتلك يا سيادة الرئيس من المسطحات المائية 13 مليون فدان مسطحات مائية، عندنا 10 بحيرات، عندنا تاني أكبر بحيرة صناعية في العالم. يا سيادة الرئيس ما تعرضت له الثروة السمكية وبحيرات مصر من 2010 حتى الآن يشيب له الولدان، ممكن أن يتم توفير هذه المليارات التي يتم صرفها إذا تم الانتباه وتطوير البحيرات. حضرتك أنت في كفر الشيخ دلوقتي في بحيرة البرولوس، حضرتك لو شفت التعديات اللي في بحيرة البرولوس عند حالة تعدي واحدة بملف عندي أنا 19,100 فدان. لو حضرتك رحت بحيرة المنزلة وشفتها، أنا رحتها وعملت تحقيق استقصائي بالفيديو لمدة 4 ساعات في قلب البحيرة، شفت التعديات العالية يشيب لها الولدان، مساحتها 110,000 فدان. بحيرة البردويل يا سيادة الرئيس مساحتها 165,000 فدان في شمال سيناء، انتاجها بالكامل السنة دي تبع إحصائية الثروة السمكية لا يتعدى 3,860 طن سمك، مساحة 165,000 فدان. يا سيادة الرئيس احنا عندنا بحيرة تانية أكبر بحيرة صناعية في العالم ألا وهي بحيرة ناصر، كنا بننتج منها 82,000 طن أسماك مطابقة للمواصفات العالمية ناتشرال، إنتاجها السنة دي يا سيادة الرئيس 16,000 طن، منهم 11,000 طن أساسا غير مطابق للمواصفات أساسا ومخالف. يا سيادة الرئيس مشاريع الثروة السمكية اللي تمت من 2010 حتى الآن ملفاتها كاملة عندي، سبب تدمير وخراب الثروة السمكية هو رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير التي يخرب ويدمر بقية قطاعات الزراعة المصرية. الملفات دي بالكامل أنا هجيبها بكرة
وهجيب ملفات كتيره جدا، وهحب انوه لمشروع مهم جدا يا سياده الرئيس انت اتكلمت عليه. الدراسه اللي سيادتك اتقدمت لحضرتك بالنسبه للزراعات المحميه، الدراسه دي انعرضت عليا عشان اراجعها يوم 12/4 اهي، من مركز البحوث، من مكتب خالد الحسن، من مكتب الوزير، قال لي راجع لي الدراسه غلط بالكامل. طلب مني اعمل دراسه تانيه، بس بسالهم الدراسه الايه؟ قالوا الشركه هتعمل مشروع زراعات محميه. ادي الدراسه اللي عملها سعيد خليل، وجبت لهم الدراسه بالرقم صحيحه 100%، بس ده دراسه مكمله. اذا تم الاعتماد على هذه الدراسه سياده الرئيس، انا بقول لك المشروع ده مش هيبقى، ما تم عرضه على سيادتك خطا جبار، خطا فادح، وعرض غير امين من ناس غير امينه مسؤوله عن ملف الزراعه المصريه وما يعود. واقول ودليل على كده يا سياده الرئيس، ال 500 صوبه اللي انعملوا في قريه الامل من 3 سنين حتى الان، انا هجيبهم بكره صوت وصوره، لان تاني يوم العيد كنت مصورهم، انصرف عليهم مئات الملايين، ولازم تنفتح قضيه تقص حقائق في المشروع ده، علشان هيجي رجل 4 وزراء. ونسال على ال 1000 صوبه اللي عملته، اربع وزراء سابقين بما فيهم عصام فايد، لان ده التضليل القياده السياسيه. بدليل سيادتك، لو رجعنا يا سياده الرئيس على انجازات الحكومه في عام الذي عرض من مجلس الوزراء يوم 28/6/2015 على سيادتك، وشفنا الصفحه رقم 98 فيه، ما كتب على الثروه السمكيه خطا، ما فيش كلمه واحده صح. وعلى هذا القرار انت، على هذا الانجازات المكتوبه في انجازات الحكومه في عام، سيادتك بتاخد قرارات. انا هجيب بكره معايا انجازات الحكومه في عام، لان ما اعرفش كنت هتكلم عنها، انا هجيبها بتوقيعهم الرسمي عشان الناس دي تحاسب، لان ما يتم الان تضليل للقيادات من قيادات مرتعشه لا تعي معنى كلمه المسؤوليه، بتصدر تقارير غلط للقياده السياسيه عشان تاخد عليها قرار. وما يتم الان من فساد يا سيادة الرئيس اللي خلى الشباب تهاجر، على فكرة مش ضيق ولا لا، ضيق من الفساد المستشري في المؤسسات، في كل مؤسسات الدولة ومنها مؤسسات الزراعة المصرية التي بها فساد يشيب لها الولدان. وعلى فكرة سيادتك، حربك على الفساد أشد من حربك على الإرهاب، لأنك بتحارب دلوقتي في طواحين ما قالها 35 سنة مؤسسة الفساد، وفي ناس ماتت من قهرتها من هذا الفساد. وهجيب لك أمثلة بأحكام محاكم بكرة وانا على الهوا، علشان لابد من فتح هذا الملف، لان اتكلمت في جميع الجهات ولم يستجيب احد حتى الان. وبكره سياده الرئيس انتظر مني ملفات حقيقيه بتقارير باحكام محاكم بانجازات قدمت لسيادتك غلط من مسؤولين. والمفروض انا ما اقول لك، لو انا كلامي غلط حاسبني واشنقني في ميدان التحرير، انا بقول لك احكم حاكمني انا، الا ولازم تحاسب هذه المسؤولين. لان دلوقتي انا عندي امل ان البلد هتتقدم، وعندي امل ليس له حدود في شخص سيادتك انت دلوقتي حاليا، لان انا عندي امل، واللي مديني امل اللي بسمعه من حضرتك. لكن القياده في المؤسسات التي تعمل في الجهاز الاداري للدوله تمشي بسرعه السلحفاء وتسحبك للخلف. انا الدكتور سعيد خليل مستشار وزير الزراعه الذي قدم استقالته في شهر 3/7/2016 لاعتراضه على الكثير من الملفات اللي بيصفها بانها ملفات فساد خطيره جدا، بشكرك جزيل الشكر. اولا خليني بس اقول لحضراتكم انه احنا حاولنا الاتصال ببعض المسؤولين، بعض من الاسماء اللي ذكرها الدكتور سعيد من وزاره الزراعه، علشان اكيد حق الرد مكفول ليهم، ولكن ما توصلناش لحد. وبكره ان شاء الله كمان هنعاود الاتصال، محاولات الاتصال، مش هنيأس مره اخرى، لانه مهنيا لازم زي ما بتقدم الراي لازم يكون في الراي الاخر. نتمنى حتى ان يكون في حد من الساده المسؤولين يا ريت معانا حتى هنا على الهواء في الاستوديو. نتمنى من الله سبحانه وتعالى، نتمنى ده الحقيقه. الحلقه اتاجلت دلوقتي اسبوع بسبب اللي هم كانوا هيجيبوا حد. احنا الحقيقه كنا يعني احنا كان اقصى طموحنا حتى بس ان حد يرد علينا في التليفون، يدخل يرد يقول الكلام ده صح الكلام ده غلط، لكن مش عارفين زمايلي يوصلوا لحد، الحقيقه محدش راضي يدخل يعلق. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية والرسائل الحقيقة بدأت تجينا اللي أنا كنت قلت عليه في أول الحلقة خالص، في ناس هنا بتسأل، يا إما بتسأل بتأييد
ان احنا بنعمل ده او بتسال عايزه تفهم انه الصوره مقسومه نصين. صوره الريس دلوقتي في اسكندريه بيفتتح مشاريع عظيمه فيها قيمه للبني ادم، اعلاء لقيمه المواطن المصري، واتكلم في كلمته عن مشاريع اخرى اسكانيه وزراعيه وثروه سمكيه ومشروعات كثيرة جدا وصحية وطبية ومصر خالية من فيروس سي وأمور كثيرة جدا، وإحنا هنا في صباح دريم بقدر تأيدنا لده بقدر ما إحنا مصممين إنه نسمع للناس كلها ونسمع لكل مواطن مصري بيقول وبيأكد إنه من وطنيته حبه للبلد دي هو عايز يحارب الفساد. ما بالنا بضيف كريم كان يتقلد منصبا كبيرا في وزارة الزراعة و له باع في وزارة الزراعة ولديه الكثير من الأوراق والمستندات، مش معقول نغمض عينينا ونسد ودنا وما نسمعش هو بيقول إيه. حاجة الأخيرة اللي عايز أقولها أنه أنا عارفة أنه دلوقتي مجموعة كبيرة من السادة المستشارين والسادة الأفاضل المسؤولين في المكتب الإعلامي والسادة المستشارين للسيد لفخامة رئيس الجمهورية أكيد دلوقتي موجودين معاه في اسكندرية، لكن كمان أنا عارفة أن في مجموعة موجودة دلوقتي أنا على ثقة إن هي أكيد قاعدة بتسمعنا. بترجى حضراتكم إنه كمان بكرة تسمعونا وكمان بكرة تسمعوا ضيفنا الكريم، وهو نفسه قال الكلمة دي، لو ثبت عكس ما يقوله، لو ثبت إنه ما يقوله كلام ملوش دليل ملوش أساس من الصحة وإنه ما فيش فساد وإنه كل حاجة ماشية تمام في وزارة الزراعة وإنه مجرد بيشهر بأسماء ناس، إحنا نفسنا بنقول لحضراتكم يا ريت تحاسبوه. أتمنى أنا مستعد للمحاسبة أمام الشعب المصري كله. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور سعيد خليل، وغدا بإذن الله لنا لقاء في أمل كبير جدا في 9 صباحا في صباح دريم. حد ثاني؟ حاضر اهلا وسهلا. سلام